هناك عدة ملفات أحببت أن أطلعكم عليها في هذه المرة. أحدها يتعلق بقضية دية المرأة، والآخر يتعلق بالرجل، والثالث يتعلق بالردة، والرابع وهو المحاضرة الأصلية من الكتاب اختصرت فيها. الحقيقة من إجاباتكم أدركت يعني أن لكم إلماما بهذه القضايا، يعني قضية العقوبات الشرعية في المذاهب الفقهية المختلفة، هذه مسألة يعني أدركت أنكم على دراية لا بأس بها في هذا الموضوع. ويعني أدركت أيضا أن الحصول على المعلومات اللازمة لآراء الفقهاء في المسائل المختلفة المتعلقة بالعقوبات الشرعية هي مسألة يعني سهلة المنال إن شاء الله، يعني لم تكن بالسهولة يعني، لكن الحمد لله. فبالتالي عرضت من كتاب الأستاذ عبد القادر هذا فقط المقدمة في مسألة العقوبات، لأني فضلت أن ندخل يعني كلامه في الحقيقة لا يزيد ولا ينقص عن كلام الغالب من كتبي الفقهي في هذا الموضوع. ولم يحاول كثيرا في الحقيقة أن يفكر في هذا الموضوع من وجهة النظر التطبيق المعاصر، فكانت كلام عن الفقه في قضايا العقوبات دون يعني دون اعتبار كثير في الحقيقة لعملية تقنين هذه العقوبات، لأنك حين تقنن العقوبة وتبدأ في التفكير في العقوبة في على هيئة قانون، فهذه تتعلق بمسائل متعددة، يعني أولا بظروف المجتمع وكيف يمكن أن يطبق هذا في مجتمع فيه ما فيه، أيضا تتعلق بقضية سلطة ولي الأمر في قضية التعزير والحد، وما هي الحدود التي يمكن أن يقف عليها ولي الأمر في النزول بدرجة الحد إلى تعزير نظرا لبعض الشبهات الخاصة بالجريمة أو العامة في المجتمع، أو قضايا تتعلق ببعض المراجعات في القرن العشرين حتى من معاصري الأستاذ ممن لم يقف يبدو على آرائهم في هذه القضية، وهي تتعلق بالمراجعات في قضايا العقوبات. أركز في هذا يعني بما أن هذه الحصة هي حصة دراسات عليا كما أقول دائما، يعني فأدخل في الموضوع البحثي المتعلق بالعقوبات ومناهج المراجعات. هذه المراجعات ما هي المناهج التي اتخذتها، وماذا يمكن أن نقبل أو نرفض أو يعني نسمح من هذه المناهج حسب فهمنا يعني لهذه المناهج. وفي الحقيقة بعرض بعض الحالات ثلاثة في هذه المحاضرة وغير ذلك من الحالات المشابهة في المراجعات الفقهية الإسلامية، وجدت في هذه المراجعات بالتحليل بعض التماثل في منهج تناول المراجع مما سوف أعرض إليه، وهذا المنهج يطرح أسئلة محددة، أسئلة منهجية محددة في الحقيقة الإجابة عليها سوف تفتح آفاقا للبحث في مراجعات أخرى كثيرة في قضايا الفقه، وقد تغلق الإجابة البحث في بعض القضايا وغير ذلك. يعني الأسئلة التي خلصت إليها من النظر في هذه المراجعات أو بعضها وجدت أن هذه الأسئلة لا بد للباحث الجاد أن يكون له منها موقف، سواء فيما يتعلق بقضايا الآحاد أو بعلاقة القرآن بالسنة أو بعلاقة يعني الإجماع بالمسائل القطعية وما عدا ذلك مما سوف أطرحه على حضراتكم.
وكما قلت من باب أن هذه حصة للدراسات العليا، فبالتالي الموضوع هو موضوع يعني متقدم ادفانس زي ما بيقولوا، ليس موضوعا يعني موضوع عرض القضايا الفقهية المختلفة والآراء والمذاهب المختلفة. إذا أوه يا يعني طيب، أنا أطلب إن أنا أرجع بعد فترة. أنت خلصت؟ طيب أنا نسيت خير. فهذه المراجعات يعني المقصود من دراستها هي دراسة المناهج التي تقوم عليها هذه المراجعات، وبالتالي ماذا يصح وماذا لا يصح في هذه المناهج، ولماذا تسأل هذه الأسئلة الآن. يعني القضية أن بعض هذه الأحكام استقر عليها العمل مثلا، أو عرف بها وعرف بها الإسلام لقرون طويلة، هل هذا صحيح فعلا أم ليس صحيح، وهل استقر عليها العمل، وهل أجمع عليها الناس، وهكذا. فسنسأل يعني، والهدف الحقيقة في رأيي ليس المراجعات بقدر ما هو في مناهج المراجعات، لأن وقضية النظر في التراث يعني والمذاهب الفقهية، يعني التراث هي الكلمة الغير علمية التي تستخدم في هذا، يعني يقولون التراث ويعنون به كل شيء. في الحلقة الفقهية الأصولية أو الشرعية الكلام هو النظر في أقوال المذاهب، أو فيما اتفق عليه أو اختلف فيه من المذاهب الفقهية. نقصد الموروث الفقهي يعني. الموروث الفقهي أكيد يعني، وطبعا كلمة التراث ليس كلمة خاطئة، لكن أقصد يعني هو أحيانا تتناول قضية التجديد بمفردات تختلف عن المفردات المعهودة في الحلقات العلمية، فتبدأ يعني القضية بتناول خاسر، لأن المتناول يعرض لآراء السلف مثلا في الفقه دون الحديث بلغة الفقه، وهذه أحيانا المناهج تتساوى وتتكافأ وتتماثل، لكن لا بد للغة أن تكون دقيقة. يعني لا يمكن أن نعرض لمراجعات في فقه مثلا العقوبات الشرعية أو فقه الحدود دون أن نتحدث بلغة هذا العلم، يعني لا يمكن أن نحاكم هذا العلم لعلوم أخرى. يعني المصطلحات يعني متعارف عليها، يعني المتعارف بالضبط. فلا بد أن ندخل في من باب المراجعات من المصطلحات، بل ومن المنطلقات الأصولية والعقيدية الإسلامية. لا يمكن أن ننطلق في مراجعة فقهية من منطلق غير إسلامي مثلا، هذا لا صح. يعني مثلا رأيت أو سمعت من بعض المسلمين من يحاول أن يراجع مراجعات تتعلق مثلا بالقصاص من باب أن القصاص يؤدي إلى إزهاق الروح الشخص بطريق الفجأة، وهذا الإزهاق يؤدي إلى مشاكل في عالم الروح وكذا. هذه مراجعة ولو كانت صحيحة، لكنها مراجعة تأتي لقضية إسلامية صرفة من منطلق هندوسي مثلا، أو من منطلق بوذي، أو من منطلق أو غيبي ليس للإسلام فيه كلام محدد، أو لعل فيه طبعا في قضية الروح اللي فيها كلام طويل عريض، لكن ليس بهذا المفهوم وليس بهذا المعنى، ولا يتعلق في علم الإسلام، لا تتعلق الأحكام بهذه المسائل بعلم بعلوم البرزخ أو ما ورد فيها. وقرأوا يعني كتاب الروح لابن القيم أو للرازي أو لغير ذلك، سوف تجدون كلاما طويلا عريضا، لكن مضحكا حقيقة، يعني جميل، يعني يحتاج إلى نظر، لكن لا يتعلق بهم يعني القضايا الفقهية. لابد القضايا الفقهية أن تأتي من داخل المراجعات الفقهية، وعلى الأكثر من طريق المراجعات الأصولية، وهذا ما ذهب إليه شيخنا الدكتور طه وشيخنا الشيخ يوسف وغيرهم من العلماء. ذهبوا إلى المراجعات الفقهية عن طريق بعض المراجعات الأصولية، وأحيانا عن طريق المراجعات الفقهية نفسها، يعني سوف أعرض لذلك إن شاء الله. طيب يعني لو يعني مكثنا على الكتاب يعني دقائق،
فتحدث عن العقوبات الشرعية أنها تتميز عن غير ذلك من القوانين الوضعية بنفس الطرح الذي طرح في الكتاب. والكلام أن القاضي حدد الشريعة من سلطة القاضي وحدث من سلطان مشرع، فليس القاضي أن يستبدل الحد بعقوبة أخرى، وليس له أن يعفو عن العقوبة أو يوقف تنفيذها، وإن كان له أن يغلط العقوبة المقدرة بعقوبة تعزيرية أخرى. فهذا هو تفضل. هو أنا عندي سؤال كنت مأخره شوية للآخر بعد الموضوع ده، بس هو جاء هنا المستشار العشماوي في كتابه في الشريعة والقانون المصري بيقول إن عقوبة الخمر عقوبة تعزيرية، فهو ده رأي كتير يعني من الفقهاء، لكن هل لولي الأمر أن يتغاضى عن العقوبة التعزيرية؟ يعفو عنها، يهملها يعني، ما يعاقبش تعزيرا، يعني شارب الخمر لا يعاقب خالص يترك. إن كانت عقوبة تعزيرية لا، يعني هو أولا العقوبة العقوبة ليست على شرب الخمر، العقوبة على السكر، يعني الفارق أن يعني أن شرب الخمر معصية طبعا وكبيرة من الكبائر، لكن يعني فهمي أن العقوبة هي على الذي يوجد سكرانا، يعني لأنه إذا هذا افترى وإذا افترى فكذا، يعني فهي قضية تتعلق بمصلحة المجتمع، وهذا رأي العلماء الذين فرقوا بين الحد والتعزير في عقوبة الخمر، قالوا أنها تعزير ليست حد، لأنها المعصية في حد ذاتها ولو شاهدها الناس ولو ثبتت هي لا يتعلق بها العقوبة، وإنما يتعلق بكونه يعني سكرانا أو بكونه مصدر خطر أو غير ذلك. لكن هو على أي حال فهي قضية الخمر لو يعني اتفق الناس على أنها تعزير فهو بالتالي يرجع يعني للحاكم، فعندئذ يجوز له فالحاكم يجوز له أن يعزر أو لا يعزر، لأن القضية هي يعني وتبقى معصية على أي حال، يعني هي تبقى معصية، لكن القضايا التي فيها تعزير لا يلزم فيها التعزير، بل هي متروكة للأمر الحاكم له أن يعزر. يجوز له العفو ماشي، من احنا يجوز له ولي الأمر أن يعفو في قضايا التعزير، بس هل كده يعني لو عفينا في كل قضايا التعزير ما هو كده أنا عطلت، مش هقول الحد بقى، عطلت المقصود من صحيح من الكلام في العقوبة. صحيح، يعني لا بد أن يكون هناك عمل في هذا الاتجاه، يعني لا يصح من الحكومة، لو تكلمنا يعني خرجنا من لغة الفقه إلى لغة السياسة يعني العامة، لا بد للحكومة أن يكون لها سياسة عامة لإصلاح المجتمع في هذه القضايا. طيب هذا الإصلاح قد يأتي عن طريق العقوبات، وقد يأتي عن طريق التربية، وقد يأتي عن طريق طرق مختلفة. هل لا بد من عقوبة؟ أظن أنه لا، نعم، يعني لا أدري إن كان الناس كانوا اختلفوا في ذلك، يعني لا أعرف، الجواب عندي لا أعرف، لكن رأيي أنه لا بد فعلا من وجود عقوبة ما على هذه الجرائم التعزيرية، لأنه يعني المقصود هو الردع ويعني التهذيب وكذا، ولكن أحيانا يعني هناك اعتبارات سياسية وأحيانا اعتبارات اجتماعية، يعني اعتبار اجتماعي مثل عموم البلوى مثلا، فإن كانت البلوى قد عمت في ذلك فلا ينبغي للحاكم أن يبدأ بالعقوبة بل يبدأ بتعليم الناس، يعني هذا هو المنطق الإسلامي الذي أفهمه، يعني أو اعتبارات سياسية تتعلق بالحرب مثلا مع عدو أو كذا، فالحاكم أن يعلق العقوبة التعزيرية هذه حتى تمضي الحرب، لأن هذا يعني فيه نوع من الفتنة الناس، أو أيا ما كان من الضغوط السياسية أو الاجتماعية أو كذا التي يمكن أن تؤثر على المسلمين وتضرهم ضررا أبعد من ضرر ترك التعزير. هذا قرار سياسي في النهاية، قرار التعزير قرار يعني لا أقول سياسي لكن يتعلق بالحكم، قرار حكمي، وبالتالي تدخل في اعتبارات مختلفة. احنا هنا ممكن نقول ان هو زي ما حضرتك قلت ان هي متعلقه بالسكر، لان العقوبه التعزيريه اذا تعلقت بحق الله مطلقا فالولي الامر ان يعفو مطلقا، اما اذا تعلقت بحق العباد فليس الولي الامر ان يعفو. نعم صحيح، لان انا هو هيسكر ويضرب او يسرق او يسكر ويقتل يصبح خطرا على الناس، فلا بد فعلا لان النقطه دي استوقفتني في الكتاب حضرتك قريته
بتاع الشريعة الإسلامية والقانون المصري المستشار الأشماوي. لا الكتاب ده كان صدر في الثمانينات أو في في السبعينيات فعلا، وأثير عليه جدل رهيب يعني، حتى الدكتور العوا، لا الدكتور محمد عمار طلع كتاب رد على الكتاب ده. بس هو بصراحة أنا مش عارف هم هاجموه ليه، والإخوان هاجموه في مصر وحاجات كده، لكن الكتاب بصراحة فيه حاجات كتيرة جدا، الراجل عنده فيها منطق ومنطق قوي، لكن برضه في حاجات على الجانب الثاني تحس ان هو اطلقها كده بدون عموم. ما هي نعم، هو هذا يعني، هذا ما قصدت من قضيه المراجعات بالمناسبه، لكن لم اتي طبعا بمثل الدكتور الاشماوي وكده، لان هو يعني احيانا المراجعون او المنتقدون للشريعه في بعض الجوانب احيانا ما ياتوا باسئله حقيقيه فعلا تحتاج الى اجابه، ودور العلماء هو ان يجيبوا على هذه الاسئله، لأن الأسئلة أحيانا تكون أسئلة حقيقية يعني. والمراجعات يختلط فيها الحافل بالنافع، لأن المسألة فعلا معقدة يعني. هذا العلم مر عليه 1400 من السنين، طيب، ومر عليه الكثير من القرون التي تشكل فيها العلم في الرأي العام يعني، فأصبحت القضية معقدة يعني. أحيانا أصبحت كالثوابت يعني في عقول الناس، أصبحت كالثوابت في عقول الناس من ناحية، والأمر يعني بعد به الزمن، فأصبح يعني أصبح من المعقد ومن الصعب أن يكون هناك مراجعات في مسائل اتفق عليها الجميع. وهذا بالذات في رأيي في قضايا المرأة وفي قضايا السياسة والتشريع بشكل عام، وقضايا الحدود من ناحية، وقضايا المرأة يعني، هاتان القضيتان، قضية التشريع الجنائي الإسلامي وقضية المرأة في الفقه الإسلامي، هما قضيتان من الصعوبة بمكان أن يراجع دون دخول في موضوعات هي في الحقيقة شائكة، دون الدخول في معارك جانبيه. دون الدخول في معارك جانبيه ومعارك اكثر. لو قريت اللي اتكتب عنه، انا واحد من الناس نقلت عن الدكتور عماره في الترم الاول ان الراجل ده علماني، بس ما كنتش قرات الكتاب. لما قرات الكتاب لقيت الراجل بصراحه كلامه في وجهه نظر قويه جدا. نعم، لكن هو في الحقيقه يعني، انا لم اقرا هذا الكتاب بالتحديد، لكن من قراءتي لكتابات الدكتور العشماوي، هو من باب الشك في الاحاد وفي روايات الاحاد يعني ينتهي به الحال الى الاستخفاف الشديد بالسنه في رايي. ليس من باب الكفر، لكن من باب يعني في رايي من باب الاعتماد على الثوابت القرانيه دون يعني، وطرح السنه جانبا، اعتبار السنه يعني جزء من التاريخ، وكلنا يؤرخ بعض السنه عن بعض يعني، يعني ليس لك من لا يؤرخ، ولو كان الإنسان ظاهريا سلفيا محضا يعني، لابد أن يؤرخ بعض المسائل ولو كانت ركوب الجمل واستعمال الخيمة يعني، لكن المستشار يؤرخ يبدو لي كل السنة. وفي هذا في الحقيقة يعني إن أخذنا بكل ذلك أنتج تسيبا في التشريع يعني، لا يستطيع المرء أن يحدد ما هي للتشريع الإسلامي تكون متماسكة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هو يخلط حقيقة بين الأدلة النصية والأدلة من التاريخ يعني، يأتي أشياء من عصور التابعين أو تابعي التابعين، وقال فلان كذا وقالت فلانة كذا، ويعتبر ذلك حجة في بعض المسائل. بالضبط، فبالتالي يصبح كلام يعني التاريخ، رغم ان التاريخ مهم في الحقيقه، ويبدو لا بد من النظر اليه لفهم بعض التطورات التي حدثت، لكن يعني يصعب ان يعني اذهب الى كتاب الاغاني مثلا وافهم احوال المجتمع فاحكم على الاسلام يعني، هذه قضيه ليست دقيقه يعني، هي وانا يصدمني احيانا بعض الاشياء التي اقراها في الاغاني، لكن يعني هذا الكلام يعني، لكن لا يمكن ان يؤخذ من ذلك فقه، من الصعب يعني، يمكن ان يؤخذ يفهم بعض تاثير العرف او بعض تاثير المجتمع، لكن الفقه يؤخذ من الكتاب والسنه،
ولعله يؤخذ من آراء الناس الذين تحدثوا عن الكتاب والسنة. طبعا يعني كلهم يؤخذ من كلامه ورد كلهم من الصحابة إلى من بعدهم كلهم يؤخذ من كلامه ورد إن تحدثوا عن الكتاب والسنة. لكن إن تحدثوا عن أحوالهم وعاداتهم ومجالسهم فهو مما لا يؤخذ به لأنهم ليسوا بحجة في الإسلام، وكل يصيب ويخطئ وكل يعني ليس هناك حجة. فأحيانا أخذ عليه هذا منهجا يعني. هو عنده في الكتاب بصراحة كذا نقطة ما نعم. عليها علامات استفهام كتير، بس ده يعني لما بقوله مش مبرر إن الناس تتهمه بالعلمانية أو اتهامات فظيعة بصراحة. لا ده في من اتهمه بالكفر. لا بالردة طبعا. هو نعم سوف نأتي على كلام الدكتور طه هنا، هو ذكر أنا فقط ذكرت الفصول المختلفة، ذكرت فصول مختلفة، لكن هذا الفصل نماذج من العلماء الذين اتهموا بالردة هو ليس واضح يعني أحمد بن ناصر الخزاعي وأبو حيان التوحيدي ومحمد وبعض هؤلاء العلماء علماء أجلاء يعني الآن يعني يعني حتى ابن زرقون شيخ المالكية وغير ذلك يعني. فيعني هو يذكر من باب آسف ليس واضحا يعني. لا لا واضح. طيب ف طالما كده بقى ما نتعبش على العشرة. لا ده مصيب، ده الجرائم التي تم فيها الشريعة بالجريمة وأهملها الجاني. طيب هو هناك يعني قد يؤخذ على الكلام، ولم أدخل في التفاصيل كثيرا الحقيقة، هو الكلام هو نفس الكلام كتب المذاهب يعني الأربعة، لكن الحقيقة حين حاول أن يتحدث عن هذه الجرائم من الناحية القانونية ذكر بعض الأشياء التي لم يوافق عليه الدكتور الشاوي، وأحيلكم إلى الكتاب. فمثلا يقول والجرائم التي اهتمت فيها الشريعة بالجريمة وأهملت الجاني، فيقول إن الزنا والقذف والشرب والسرقة والحراب والبغي والردة والقتل هذه يهمل شأن الجاني أيا كان الجاني، فلا اعتبار للجاني في هذا، وإنما يطبق عليه الحد كما هو أيا كان. وهذا في الحقيقة يعني هو يحاول أن يعني يؤصل لهذه المسألة من الناحية القانونية أن هناك اهتمام بالجريمة وليس هناك اهتمام بالجاني. في الحقيقة لا، هناك اهتمام بالجاني. قضية الشبهات كلها هذه قضية اهتمام بالجاني حتى لا يعني يؤخذ الجاني بشبهة. من يطلق عليه هنا الجاني يعني بالمصطلح القانوني لا يمكن أن نهمل شأنه. لو تاب الجاني حتى ولو فقط في الحرابة وهي مذكورة بنص القرآن، ولو تاب الجاني هذا لا، هذا اعتبار لشأن الجاني. إضرار الحدود بالشواذ دي مش اعتبار لشأن الجاني. اي نعم هذا ايضا اعتبار شان الجاني وهكذا. فيعني قوله والدكتور عز الشاوي في ايقاع الحدود يعني ليس لا فرق بين الشريف والوضيع، وهذا ايضا مهم. هذا لم يعني ما لم افهم يعني، لكن هو طبعا نعم ليس هناك فارق بين الشريف والوضيع، لم افهم ذلك من السياق يعني، لكن على اي حال فهو ذكر الجرائم وذكر الاراء. ما يهمني في هذه الحصه، وطبعا أحيلكم على كتب الفقه وكتبتم بعض الأبحاث في ذلك وماشي الحال، أحيلكم على كتب الفقه. سوف نأخذ في هذا السياق ثلاث من الأسئلة، أحدها تعلق بدية المرأة، هل هي على نصف من دية الرجل أم هي مساوية بدية الرجل، ومسألة عقوبة الرجل هل هي حد أم تعذير، وهل هي شريعة اليهود ثم نسخت بالإسلام أم لا، وعقوبة الردة هل هي حد أم تعزير، وهل هي سياسة أم شرع قطعي، هل قضية تتعلق بالتبليغ والرسالة أم هي تتعلق بالسياسة والشورى، وهل تتعلق بتغيير الدين فقط أم بجرائم أخرى مصاحبة لذلك. هذه الأسئلة التي سألها المراجعون في هذه القضايا في العصر الحالي، واخترت هذه القضايا فقط للتمثيل. طبعا ليس هناك مراجعات يعني معروفة وقوية في قضايا الحدود الأخرى، ولعل السبب في ذلك هو وضوح هذه القضايا بنص القرآن، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واختلف العلماء يعني في قضية التوبة، في قضية النصاب، في قضايا الشبهات على ما هو معروف، ولعله يكفي الواقع المعاصر ما أثير في كتب الفقه
من قضايا الشبهات وكذا، في قضية السرقة مثلا، في قضية القصاص والقتل العمد والقتل الخطأ وشبه العمد، ما فصل فيه الفقهاء استنباطا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن طبعا نصوص القرآن، ويكون في القصاص حياة وكذا، في الحقيقة تكفي يعني أرضية للتشريع المعاصر، لأن المسألة واضحة وضوحا شديدا ونص القرآن فيها واضح. القضية تتعلق بما هو من فقه الحدود أو العقوبات أو في الإسلام، مما ليس فيه من النصوص ما هو بهذه الدرجة من الوضوح. أنتم تعلمون يعني حسب التقسيم الأصولي التقليدي أن هناك من النصوص ما هو واضح وما ليس بواضح، وما هو مطلق وما هو مقيد، وما هو عام وما هو خاص. طيب، ويعني فقط بين قوسين هذه التقسيمات لا تأخذ على إطلاقها، بل العموم درجات وخصوص درجات والإطلاق درجات، ويعني هذا رأي فلسفي يعني في هذه القضية. وتقسيم المسائل إلى هذه الثنائية هو تقسيم من منذ أرسطو يعني، ونحن نمشي به، ولكن القرن العشرين قد غير هذه التقسيمات، فالمنطق الحديث لا يعترف بالتقسيمات الثنائية يعني كلها أيا كانت. وإن شئتم أن تراجعوا في ذلك ما كتب يعني من بعض الكتابات فراجعوا، لكن هذه ملحوظة فقط بين قوسين. يعني مراجعات فقهية مراجعات أصولية لا هناك إن شاء الله يعني، لكن خلنا في هذه يعني هناك مراجعات يعني مما ذكرت في آنفا يعني كلام الدكتور طه، أيضا كلام الشيخ يوسف القرضاوي في أشياء كثيرة، حتى في ثنايا المراجعات الأصولية أنا عندي البحث سوف أعرضه عليكم أيضا على الشاشة، ففي ثنايا المراجعات ويراجع مسائل الأصولية أحيانا حقيقة. فعلى أي حال، طيب، فإذا حللنا كما قلت هذه المراجعات، طيب حين نقلت الملف يعني حصل لم يعني بعض الاختلافات على أي حال، فتحليل لمناهج المراجعات الفقهية في هذا الباب. طيب، هناك فارق في الحقيقة بين المراجعة للحكم وإنكار ما يسمى بسلطة النص، كما هو يعني كلام العلمانيين أو بن قوسين، كل ذا بن قوسين يعني العلمانيين حين يقولون أن لا ينبغي للنص أن يكون له سلطة على المجتمع، هذا الكلام هذا ما لا يقول به المراجعون. أنا لا أتحدث عن هذا النوع من المراجعات، هذا النوع من المراجعات التي تستند إلى فلسفة ما بعد الحداثة، سواء كانت بشقها السني يعني في علوم السنية المعاصرة، أو ما كان منها من شق التأريخ والتفكيك والهيستوريسيزم وهذه المسائل، والبوست ستراكشرالزم والبوست كولونياليزم والبوست مودرنزم. يعني لا أتحدث عن هذا، لأن رغم أن هذه المراجعات قد أثرت كثيرا في الحقيقة في العقل الإسلامي في الواقع المعاصر، خاصة في الكتابات بغير اللغة العربية قد أثرت تأثيرا كبيرا في العقل الإسلامي، وهي لها يعني ردود ولها مناقشات تختلف عن هذه المناقشات. المناقشة الآن هي مناقشة فقهية أصولية من داخل علم الفقه والأصول. فنحن حين نتحدث عن حديث الرد لا لأننا نرد السنة هذا الكلام، بل نتحدث عن الضعف في المتن. طب ما هو دليلك على الضعف في المتن؟ والله هذا يعتبر ضعف متنا، لماذا؟ لأنه يعارض كذا. طب هذا الذي يتعارض ما مدى درجة التعارض وما مدى؟ فنحن نتحدث من داخل الأصول، وأنا يعني فضلت أن أركز هنا على من راجع بعض هذه المسائل من داخل المنظومة وليس من خارجها. طيب، وهذا مهم حقيقة. فنلاحظ منهجا مشتركا في المراجعات. أولا في المراجعات لاحظت الرجوع إلى نص القرآن، هذا من ما اشترك فيه العلماء الذين راجعوا بعض هذه الأمور في القرن العشرين، وكان على رأسهم الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، وأعطرت يعني هذا الكتاب فقط من الكتب التي ينبغي أن تقرؤوها، ففيه خلاصة آراء الشيخ الفقهية والمراجعات الأصولية، فيتحدث عن أهمية القرآن كأساس للمراجعات الفقهية والحديثية أيضا، ويتحدث ويأتي ببعض الأمثلة مثلا ونقد للمعاصرين. طبعا الكتاب أثار في عصره مشاكل كبيرة يعني، رحمه الله، فأثار مشاكل كبيرة يعني حين صدر الكتاب، لأنه طبعا انتقد بعض العلماء
في أرائهم ليس في أشخاصهم. هو كان رجل يعني من العلماء، فبالتالي كان لا ينزل إلى هذا المستوى من نقد الأشخاص، لكن انتقد مثلا الشيخ الألباني في بعض الأحاديث، تصحيح الأحاديث مثلا الشيخ الألباني رد عليه رد فظيع، رد عليه رد فظيع من تنطعه وجهله وكذلك. مثلا الرجل يقول يعني أن الشيخ مثلا كان يقول لا تأكلوا يعني الحديث، صحح الحديث لا تأكلوا لحوم البقر فإنها داء وهذا الكلام، فيقول يعني كيف والله عز وجل يقول ومن البقر والغنم حرام، ثم يتحدث عن وحل لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا، فيقول يعني هذه الأنعام أي أنعام إن لم تكن البقر من الأنعام يعني. والحديث الذي أيضا صحح فيه الشيخ الألباني مثلا قضية لا تركبوا البحر فإن تحته نار وفوق النار كذا، وهذا الحديث طويل. فالشيخ الغزالي قال يعني كيف هذا وأن الله عز وجل قد امتن على العباد بسفن في البحر وركوب البحر، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى التي حدث عنها في القرآن، فكيف تكون حراما يعني بناء على حديث ولو صح عند الألباني. فبالتالي هو يأخذ منهجا يقترب في الحقيقة في رأيي من منهج عائشة رضي الله عنها في رد بعض الأحاديث التي رواها الصحابة رضي الله عنهم وهم كلهم ثقات. يعني حين ردت يعني مثلا الحديث الذي يعني رواه عمر يعني ولم يرفعه، ولكن يعني قال ألا تعلم أن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، فلما بلغ ذلك قال رحم الله عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا مثلا، وأكفاكم القرآن لا تزر وزيرة وزر أخرى حسبكم القرآن. وردت مثلا حديث الذي رواه أبو هريرة في قضية الطيرة، إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار، قالت والله ما كان الحديث على هذا، ألم تسمع قول الله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فرجعت إلى القرآن ولا تزر وزيرة وزر أخرى، رجعت إلى القرآن. ثم قالت بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان أهل الجاهلية يقولون إنما المرأة إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار، فدخل أبو هريرة فسمع أول الحديث آخر حديث لم يسمع أول. ومثلا أيضا جمع هذه الأحاديث الزركشي في الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة، والسيوطي في الإصابة لما استدركته عائشة على الصحابة، فارجعوا إلى هذين ففيهما الحقيقة إضاءات على هذا الموضوع، على الرجوع إلى نص القرآن في نقد متون الأحاديث، وهو موضوع مهم. لا يطرح سؤال قضية نسخ السنة بالقرآن أو نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة، أن السنة تنسخ القرآن الكريم يعني طيب كيف يعني يستقيم أن تنسخ السنة القرآن الكريم والقرآن الكريم مصدره موثوق، ثم السنة عليها في كثير من الأحيان علامات استفهام كثيرة؟ لا، ولم يقل بهذا كل الناس يعني نسخ السنة للقرآن. يعني الإمام الشافعي، ما هذا الشافعي غالبا الشافعي أول من تحدث عن هذا قال أن السنة لا تنسخ القرآن، لا السنة صحيحة عنده لا تنسخ القرآن أصلا يعني. لأن قطعية بها يعني القرآن قضية قطعية والظنية أيضا يعني نعم من باب القطعية والظنية، فقال أن هذا قطعي والأحاد ظنية، وبالتالي الظني لا ينسخ القطعي. لأن المذاهب الأربعة ما عدا الشافعي بتقول بالنسخ السنة بالقرآن. نعم نعم والله يا أخي يعني يعني طيب يعني كانت هذه إضافة ف لا ما هي قضية تستحق الوقوف برضو يعني انت تسألني يعني انت تسأل يعني من لا يؤمن اصلا بقضية النسخ، هذه قضية يعني لم يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم نسخ في اي من كتب الشيعة والسنة والزيدية والإباضية والسلف والخلف، لم يرد في كلامه صلى الله عليه وسلم نسخ ابدا، الا حديثا ضعيفا نسخ رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ حديث ضعيف يعني عليه في كلام، لكن ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم نسخ، وإنما ورد في كلام الصحابة في 40 موضعا تقريبا يعني في الكتب التسعة، هذه المواضع تتعلق بخصوص بعد عموم أو بتغير الفتوى أو تغير حكم بتغير الحال أو بقضايا تتعلق بالتدرج في تطبيق الأحكام، ولو سميها نسخ نسميها نسخ يعني ماشي الحال، لكن ليس النسخ بمعنى أن الأول ينسخ الآخر، ليس النسخ بمعنى الحكم المتقدم ينسخ الحكم المتأخر. وحين تكلم الأصوليون عن هذا
استدلوا بأحاديث هي في الحقيقة تثبت عكس ما يقولون. يعني الإمام الغزالي حين يتكلم عنه في المستصفى فقال لا 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 يثبت نسخ إلا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نسخ حكم كذا كذا، أو يقول نسخ حكم كذا وكذا. طيب أنت لو أخذت هذا الكلام لم يرد نسخ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم أورد أمثلة لم يرد فيها نسخة، وإنما ورد كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. طيب هذا قال العلماء منهم تضرج، وقال بعضهم هو اختلاف الأحكام باختلاف الظروف. فكانون إلى المقابر للتكاثر والتباهي وكذا، ألهاكم التكاثر حتى وصلت المقابر، قال لا تزور القبور. ثم لما انتهوا عن ذلك قال ألا فزوروها فتذكركم الآخرة ولكن لا تقولوا إلا هجرة ولا تقولوا هجرة. طيب وذكر الغزالي مثلا وكنت نهيتكم عن ثلاث، نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، وكنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي فالآن كلوا وادخلوا. فذكر مثلا ابن حجر وغيرهم، يعني هذه ليست قضية نسخ. يعني عائشة رضي الله عنها حين قالوا لها هذا قالت لم يكن حرمها وإنما وردت دافة، أي يعني من جماعة فقيرة على المدينة، فقال يعني بعدم امساك الحلم لا يمسك احدكم لحم الاضاحي بعد ثلاث او كما قال صلى الله عليه وسلم، فلم يعني فقالت حتى يتصدقوا. فقال الشافعي معلقا مثلا فاذا وردت دافه من بعد فالحكم بعدم امساك الحلم الاضاحي بعد ثلاث باق. ففي كل مساله، وقد كتبت في هذا يعني كتابات مقاصد تكون في يعني في الجمع في النسخ وضعته. كتبت في هذا يعني كلاما ذكرت فيه أنه ما من مسألة قيل فيها بالنسخ، وقد حصرت يعني ممكن من المسائل 200 أو 200 ويزيد. كتاب اسمه فقه المقاصد. قلت لكم منه في مبحث اسمه نسخ أم تغير الأحكام بتغير الأحوال. المقاصد بدلا من النسخ أو شيء هذا القبيل. فهو كلام كان عن يعني ما من مسألة إلا تجد فيها آراء تجمع بين المتعارض دون الحاجة إلى النسخ. فهي قضية النسخ يعني تنسخ السنة القرآن، هذا كلام يعني عجيب. لكن يمكن للسنة أن تخصص القرآن، يعني القرآن يكون عام والسنة تخصص القرآن، لكن التخصيص يقتضي شروط. يعني العموم هو الأصل. طيب إذا قلت بالتخصيص لم تقل بأحد رأيك وأخذت بالتخصيص، طيب ماشي الحال. لكن حين تأخذ بالتخصيص أنت تخصص لظروف، لا تخصص فتلغي العام، العام باقي. يعني إذا كانت لا إكراه في الدين عامة ثم خصصت بقضية الردة مثلا أهلا وسهلا، لكن هذا التخصيص يتعلق بشروط لهذا الحد حتى تقرعه على الناس أو يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فالتخصيص دائما لا بد له من شروط. أحيانا من يأخذ بالتخصيص يلغي العام وكأن العام لا يوجد، فيصبح عموميات القرآن فتصبح كأنها منسوخة لأنه يعني نساها تماما، لأن هذا لا إكراه في الدين، هذا كلام عام، لكن المخصص هو كذا. وبالتالي يصبح كل شيء يضاد لا إكراه في الدين وهو الكلام العام الصحيح الأصل وهو الأصل. فحتى لو خصصت العموم ببعض الأحاديث أو بآيات أخرى لابد لهذا التخصيص من شروط ومن حدود، لا يمكن أن تخصص الكل فتسقط العموم. فهذه أول نقطة. كان في دكتور معزز كان في ندوة عندنا في مصر عن كان عندها جمعية حقوق الإنسان وحرية السجناء في مصر سنة 2003، ففيها باحث قدم ورقة حوالين النسخ، فتكلم جه عند حتة حد الرجم، هو بيتكلم بيقول إن الرجم تعذير برضه، فقال يعني ومن العجيب أنك تجد من يدعون النسخ أن القرآن يقول أن كان في القرآن آية تقول والشيخ الزانية إذا والشيخ إذا زنيا فرجمهما البتة. فبيقول وهذا يتعارض مع البيان البلاغي للقرآن الكريم. طيب اللغة نفسها أتحدث عن هذه النقطة الآن. يعني الآن إحنا عندنا قضية الرجم. اللغة نفسها والشيخ إذا زنيا فرجمهما البتة. نعم هو أنا ذكرت يعني أو عندي أيضا الملف كتبوا كل شيء فضلت الملف عن حد عن الرجم تعزير أو شيء من هذا القبيل، كتبه يعني أخونا الشيخ عصام تليمة.
وهو في الحقيقة في رأيي من أجود الأبحاث التي كتبت في هذا بالعرض. يعني قرأ بعض الأبحاث كتبت بلغات أخرى. يعني حين ذهبت إلى الهند ترجم لي أحد العلماء هناك واسمه أسد الله سبحاني من جامعة الفلاح في أدرباتج، ترجم لي بحثا يعني شفويا كتبه باللغة الأردية وكان بحثا رائعا، وعندي نسخة منه بالأردية أود أن أترجمه يعني عن الرجم. وقد كتبه حين كان في السعودية وطرد من السعودية بسبب هذا البحث، لكنه بحث رائع في الحقيقة. فهو يكتب بالأردية يعني، ولكن هو بحثك يعني هو بحثه هو هو ترجم لي يعني فحوى البحث، وطبعا النصوص هو ينقلها بالعربية، فوقع على نصوص حقيقة عجيبة غريبة يعني فيها نوع من التعارض يعني في مسائل كثيرة انتشرت، وهي في الحقيقة يعني هناك فيها التعارضات. فبحث الشيخ عصام من البحوث القيمة التي أرى أنها في الحقيقة قيمة، وأعلم أنه قد استشار فيها علماء العصر كلهم يعني. عفوا هو قال لي خلي الدكتور جسر يبعثهولي. نعم موجود يعني هو هذا موجود. طيب أولا مراجعة متعارض الحديث في الباب. طيب خلينا نحاول نقطع إن شاء الله المساحات. أولا نلاحظ المنهج المشترك في تحليلي أنا متواضع. أولا الرجوع إلى نصوص القرآن، هذا مدخل يدخلون منه كلهم تقريبا، ثم يراجعون متعارض الحديث. فالدكتور طه مثلا رجع إلى أختي، ممكن يعني تأخذي كتاب شوية وترجعي إن شاء الله تصوري من خيرا. الدكتور طه مثلا دخل في من يؤدى دينه فاقتلوه، ودخل في تعارضات هذا الحديث بين الروايات المختلفة، وذكر يعني الفصل طال يعني الفصل الخامس هذا طال طولا عجيبا، ذكر الروايات المختلفة للحديث والتناقضات بين الروايات المختلفة، ثم تعارضات الحديث مع الأحاديث الأخرى التي كذا. فهو مراجعة متعارض الحديث، هذا من المناهج التي دائما ما يأخذها العلماء في هذه المراجعة. ثم دعوة الإجماع، وهي يعني في الحقيقة أحيانا تكون سيفا يعني على رقاب العلماء بدعوة الإجماع، فكلهم يدخلون في الإجماع بطريقة أصولية، فيقولون إن قضية الإجماع حسب يعني مشاربهم، فمن يأخذ منهم بإجماع الصحابة مثلا يقولون هذا لم يجمع الصحابة لأن فلان قد قال كذا، ومن يأخذ منهم بإجماع الأمة يقولون لا لأن هذا العالم قد قال كذا وهذا التابعي قد قال كذا، فبالتالي هم يردون دعوة الإجماع. هذا أيضا في كل المناهج المراجعات التي رأيتها يردون هذه الدعوة دون الدخول في إنكار الإجماع كأداة أصولية، يعني لأن هذا أظن أنه أكبر شوية من حجم الرد في مسألة كهذه. يعني فإن دخل وأنكر الإجماع أيضا لعل الناس يعني مش إنكار للإجماع، إنما إنكار تحقق الإجماع. نعم هكذا قال الشيخ يوسف مثلا هنا في مثلا في الكلام، قد قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريه لعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم، فإن كان ولا بد فليقل لا أعلم الناس اختلفوا. يعني فهو دائما الشيخ يعني هو الذي يقول انه ليس هناك اجماع على تعريف الاجماع اصلا، واخذنا منه هذه الكلمه الطريفه، لكن في الحقيقه هو حين يكتب يتحدث عن من يريد ان ياخذ الاجماع بحرص، وان من يدعي الاجماع فقد كذب، وبالتالي فهي تابع يا دكتور نصر هذا لا هي فتاوى معصر الجزء الثالث في قضيه. ثم وضع فقهاء المذاهب في سياقهم التاريخي سياسيا واجتماعيا على اختلاف في درجات المراجعات. يعني الشيخ يوسف يعني قلما يذكر ذلك، احيانا يذكره يعني انه ليس هناك لم يكن هناك احتياج لتغيير هذه العاده او تغيير في مسائل مختلفه، لا اقول فقط في قضيه دين المراه يعني، واحيانا يعني يلمح الى ذلك. ومن العلماء من ياخذ هذا الكلام فيتحدثون عن السياق التاريخي السياسي او الاجتماعي او الضغط من الحاكم او من الفرقة التي حكمت في عصر كذا على مسألة كذا، فيوضحون ان اراء الفقهاء كانت تتأثر بالسياسة حينا وبالمجتمع واعراف المجتمع وما ثبت في المجتمع عرفا حينا اخر. ثم يستشهدون بالمصالح والمقاصد، ومنهم من يبدأ بذلك ومنهم من يعني يتحدث في ذلك عن استحياء الحكم او المصالح او المقاصد او الاثر على الدعوة او الاثر على صورة الاسلام او الرحمة او العدل او هذه الامور.
ثم تشهدون باجتهادات العلماء من المعاصرين، وهو أيضا مما يعني من المناهج يعني التي يتبعها العلماء. فمن كان منهم يعني شابا مثل الشيخ عصام، أول ما بدأ به بدأ بالعلماء من المعاصرين حتى لا يعني يهاجمه الناس قبل أن يقرأوا البحث، فقال يعني هذا ليس كلاما بدعيا، بل قال به فلان وفلان 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 من المعاصرين. ثم دخل، طيب فأنت يعني حين تقرأ يحتمي فيهم يعني شوية، فحين تقرأ مثلا هل ما خلف شبهه لم تكون مسلم، فيقول يعني فبدأ بالشيخ خلاف، ثم يقول أبو زهرة، ثم رأي القرضاوي، ثم القائلون بأن رجم تعبير، والخلاف وابو زهرة ومحمد البنا ومصطفى الزرقا ويوسف القرضاوي ومحمد سعاد جلال، ثم محمود شلتوت وعلي الخفيف وعلي حسب الله. يعني فهو يبدأ يعني بحماية نفسه بالحديث عن المعاصرين الذين قالوا ان الرجم فيه تعزير يعني، وصرحوا بذلك. طيب فهذا هذا هو المنهج يعني كما حللته فقط. الناس تقريبا قالوا ان الرجم تعزير، لا أدري لو وجدت نقلا يعني يكون كلام جميل. نعم تفضل. بالنسبة للمنهج، هل تعتقد ان اجتماعهم في منهج واحد دليل على تأثر كل واحد بما سبقه، ولا انه يعني قادتهم المنهج الفكري والتحليلي انهم يصلوا لطرق متشابهة؟ انا اظن الاثنين. انا اظن يعني الكلام الى الرجوع الى محكمات القرآن وكذا واضح في تأثير الشيخ حمدان، واضح في يعني تأثير المدرسة يعني الأستاذ محمد عبده، واضح التأثير في الرجوع إلى محكمات القرآن. الحديث عن متعارض الحديث والتحقيق بالمتن وكذا واضح فيه أيضا يعني كلام العلماء من المعاصرين عن الشيخ الزرقا وكذا، يعني كانوا من ينظرون إلى متون الأحاديث ويقيمون. لكن أيضا واضح فيه يعني تأثير مثلا الزركشي والسيوطي يعني أيضا المنطق الحديث. يعني هم هؤلاء العلماء أغلبهم تأثر بالمنطق الحداث وليس بعد الحداث، بعد الحداث التفكيكيين وكذا. لا ما أظن أنهم قرأوا، أو لعلهم قرأوا يعني بعض كتابات نيتشه وكذا، لكن ليس بشكل كبير. هم تأثروا فلسفيا أساسا بالأستاذ محمد عبده وبالأستاذ إقبال وبالذين كتبوا في فلسفة الإسلام يعني في الأقرن العشري، وهذان المصلحان تأثرا كثيرا طبعا بالفكر الحداثي الغربي. الفكر الحداثي الغربي خاصة في شقه القانوني ينظر إلى روح النصوص، ما يسمى بروح النص. هذا في المدرسة الفرنسية واضح وكبير، وفي المدرسة الألمانية التي أخذ منها محمد إقبال الدكتوراه في الفقه أو في الأسف في القانون، واضح النظر إلى روح القانون للحكم على المواد القانونية المحددة. فالقانون الفرنسي ينظر إلى الفيناليتي، لكن النهايات في القانون، والمآلات سواء كان المآلات أو المقاصد والأهداف العليا، ويقولون أن لا ينبغي للنص الفردي أن يخرج عن روح القانون العامة أو نهايات القانون أو المآلات أو لاعتبارات الغايات التي يتغير القانون. وهذا النظر يعني هو نظر أيضا إسلامي في الكلام عن الكليات، ولكن كان نظر المسلمين من العلماء يعني من الإليت يعني من الصفوة من الفلاسفة منهم. فتحدث عن علاقة الكل بالجزء، مثلا الشاطبي وتحدث الجويني لكن يعني تجد من شاع ذكره منهم لا يتحدث كثيرا عن الكليات وعلاقتها بالجزئيات وأن الكليات تحكم على الجزئيات. هذا كلام كأمثال الطوفي أو الشاطبي أو يعني ممن تحدث من الأصوليين عن الإسلام بشكل فلسفي عميق يعني كتشريع. أيضا دعوة الإجماع، أظن أن بعض هذه الآراء أيضا قد أتاحه التكنولوجيا المعاصرة وتكنولوجيا النشر بالتحديد. يعني كان الأستاذ عودة وهو يتحدث في مقدمة الكتاب يعني قال إنه قد تعب حتى وجد المصادر المختلفة في المذاهب الأربعة، ومن خلال الاستقراء يعني تجد أنه في كل مذهب قد قرأ 15 كتب. الآن الكتب طبعا الآن في السنين القليلة الماضية الكتب كلها متوفرة على الإلكترونية وتبحث فيها، هذا الكلام يعني قد أتاح للبحث
مجالا واسعا. لكن حتى يعني مكتبة الشيخ يوسف مثلا إذا زرتموها هنا وجدتم الكتب الكثيرة. فهذه النظرة إذا قرأ كل هذا فيمكن أن يجمع بين مسائل كانت من قبل غير مجموعة. يعني كان العلماء يدرسون مذهبا محددا ولعلهم يقرؤون في المذاهب الأخرى أمهات الكتب أو كذا حتى القرن العشرين، فلا يعني يقارنون بين المذاهب هذه المقارنات يعني العميقة. و يعني لم يكن متاحا. وكلام مثلا ابن رشد في بداية المجتهد لم يكن هذا الكتاب مثلا لم يعرف له قيمة، هذا الكتاب كبيرة في الدوائر التقليدية يعني الدراسية. وأيضا استشهاد المصالح والمقاصد هذا من تأثير الواقع المعاصر والمصالح في الواقع المعاصر، فهو خليط من ضغط الواقع المعاصر فقط ليس ضغط السياسي بل الضغط أيضا الاقتصادي وتعريف المصالح تعريفا جديدا وأعراف الناس وتغير التكنولوجيا وكذا، وأيضا سعة الأفق والانفتاح على المذاهب جميعا الأربعة فضلا عن مذاهب الآخرين، يعني من إباضية وزيدية هؤلاء الناس ينشرون كتبهم الآن. يعني لما كنا نتخيل يعني منذ مثلا 20 أو 30 سنة وكذا لما بدأت يعني أتعلم أني سوف أقرأ كتب الإباضية وكذا، لكن زرت عمان مرة فما شاء الله هدوني كتبا وبدأت أتعرف على العلماء فبدأت يعني. فلم يكن هذا متاحا للباحثين من 20 سنة مثلا أو 30 سنة، هذه كلها عوامل يعني. طيب لو دخلنا في التفاصيل، دخلنا في كلام الشيخ القرضاوي في قضية دية المرأة، وأنا فقط التقطت يعني فقرات بسيطة والأبحاث يعني أتركها لكم لقراءتها من أجل فقط التدليل على المنهج. يعني هو يتحدث عن رأي الجمهوري في دية المرأة ثم يخالف هذا الرأي، وهذا في الحقيقة جديد لأن لم يكن من يعني لا يعني طبعا الشيخ يعني لم يكن الحديث على هذا منذ مثلا العقد أو الاثنين من الزمان. لا يقول العالم والله هذا رأي جمهور وأنا أخالف هذا الرأي. أخذت الأم واتفقت. نعم، فأقول أن هذا الكلام كان يعتبر منذ حتى الآن يعني في بعض الدوائر من العوام يعني يعتبر ضد الإجماع وكذا، وبالتالي فهو يعني هذا من أنكر الإجماع فهو كافر أو جاحد الإجماع كافر كما يقول الأصوليون، وبالتالي تصبح مسألة كبيرة يعني. فهو أصبح الآن هناك يعني متسع من سبق إلى هذا وخالف الجمهور في المسلمين. أي نعم، هو استشهد برأيه وطبعا المسلمين زمية دخل السجن فيها يعني فالحمد لله. فاشتهر في تراثنا فقهي حكم شرعي شاع بين المسلمين وهو أن دية المرأة نصف دية الرجل، وقد أخذت به مذاهبهم المتبوعة كلها المذاهب الأربعة الشهيرة مذاهب الظاهري والزيدي والجعفري والإمام، واستقر هذا الحكم. طيب يعني هو الآن يتحدث عن إجماع في الحقيقة، لا يتحدث عن رأي الجمهور، لكن هو يثبت الإجماع. فهو الآن يعني أردت أن أحلل يعني بعض الفقرات، أنا حين أقرأ أحاول أن أحلل وأنا أعرض عليكم جمل بسيطة حتى أحلل لكم ما أراه في هذه الجمل من باب فتح الموضوعات. هذا الكلام حديثا عن إجماع وليس حديثا عن رأي الجمهور، لأن الجمهور في مصطلح الفقهاء حين يكتبون الجمهور يعنون به الغالبية من المذاهب الإسلامية، لكن لا يقول العالم رأي الجمهور ثم يتحدث عن كل المذاهب الإسلامية شيعية وسنية وظاهرية وجعفرية وإباضية وزيدية. هذا إجماع صريح جزاك الله خير. فهو هذا الكلام في فهذا أول ما يلحظ في أول ما قال الشيخ. واستقر هذا الحكم طيلة القرون الماضية حتى ظن الكثيرون أن هذا من الأحكام القطعية التي لا يجوز الاجتهاد فيها. ثم يذهب التفريقي بين الأحكام القطعية والأحكام غير القطعية. طيب ثم يقول لابد أن ننظر فيها نظرة جديدة من خلال مصادر تشريعنا وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصادر التبعية الاستصلاح وغيره، أو لا يجوز لنا مجرد التفكير في البحث واجتهاد فيها من جديد. هو يقول هل هذا يجوز أم لا يجوز، فهو يتحدث عن النظر إليها من خلال القرآن والسنة والإجماع والقياس. لكن في الحقيقة حين
يدرس القضية من ناحية الإجماع يقول ليس هناك إجماع في المسألة لأن فلان وفلان فلان خالف، وهو حق يعني، لكن هو يعني ادعى كل هؤلاء الناس الإجماع على هذه المسألة، رغم أن المسألة ليس فيها إجماع بالمعنى إجماع الأمة. فهو يدخل يعني في الإجماع من باب التكليف الذي هو إجماع الأمة، وهو طريف يعني أن إجماع الأمة في الحقيقة مستحيل، يعني ليس هناك لا يعني ابن حزم رحمه الله قال أن إجماع الصحابة مستحيل، لأنه كيف يمكن أن يحصى إجماع الصحابة وقد بلغوا 3000 على أقل تقدير يعني في كلام ابن حزم. فإذا كان الصحابة قد بلغوا 3000 ولا يستطيع أحد أن يدعي الإجماع في دائرة الصحابة، فكيف يدعي أحد إجماع الأمة؟ استعاض العلماء في هذا، لا أريد أن أدخل الإجماع، استعاض العلماء في هذا بقضية إجماع البخاري ومسلم، ويعني أخذ الأمة الآراء بالقبول مثلك، أو الإجماع السكوتي أيضا من الكلام الذي قيل ينطبق على كل الأحوال، يعني لا ينسب لساكت قول، ما هو مش ده تعارض مع الإجماع السكوتي، لا ينسب لساكت قول، هذه قاعدة يعني ما هي. نعم. طيب، فهو يقول يعني هناك دائرتان، الدائرة التي هي مفتوحة للاجتهاد، والدائرة الأخرى مغلقة لا يدخلها الاجتهاد ولا التجديد، ولا تتغير أحكامها بتغير الزماني أو المكاني أو الحالة، تمثل الثوابت العقدية والفكرية والعملية للأمة حتى لا تتحول الأمة إلى أمم. وهذه الأحكام هي القطعيات التي ثبتت بنصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلال، وهي قليلة جدا ولكنها مهمة جدا، لأنها تحفظ على الأمة وحدتها العقلية والوجدانية والسلوكية. طيب، فهذه الأحكام القطعية هي التي ثبتت بنصوص قطعية، هكذا هو يعني مذهب الشيخ. الدائرة الأولى إيش كانت؟ الدائرة الأولى دائرة التجديد، منطقة العفو والتجديد والاجتهاد، وكلما تغير الأعراف وكلما تغير الزمان كلما تغير، يعني هذه دائرة التجديد ليس بقطعيات الظنيات. طيب، هذا هو يعني الذي يطرحه الشيخ كمنهج، أنا أحلل هنا المنهج، يعني ليس قضية بحد ذاتها، رغم أنها قضية مهمة يعني من حقوق الإنسان يعني، لكنها يعني أحلل المنهج، قضية القطعية في مقابل الظنية. أكثر سؤال على أسس الاجتهاد والتجديد، كان في محمد قبل الماضي هيك سمعنا أنه كان خاص فوكس بس الأساتذة. نعم. فليش هاي المؤتمرات اللي كانت مثلا فيها أوراق حتى لحضرتك أو مثلا الدكاترة اللي بيدرسوا طلبة الدراسات العليا، وما كان في مثلا دعوة للطلاب؟ والله اسألي في مكتب العميد، أنا ما أعرف. لا مش للعميد، أنا عرفت أنه كل المؤتمر كان خاص في الأساتذة. نعم. الدكتور أساسا كان بيسأل هل الطلبة ممكن تحضر ولا لا؟ أنا بحاول أنا حكولنا أنه لا، هو خاص في الدكاترة. هو نعم، هو يعني هو في يعني في نوع في ورش عمل، وفي يعني في ورش عمل وفي مؤتمرات، وهذه كانت ورشة عمل يعني من المجتمعين لبحث قضايا معينة والوصول إلى بعض القناعات. لم يكن مفتوحا من نظم البرنامج، أنا أدعيت إليه في حقيقة حتى قبل أن أتي لهنا، كنت في لندن يعني كنت في لندن في الوقت في بريطانيا، ودعيت من باب هذا المقاصد مركز المقاصد، لما كنت يعني لما كنا مدعوما بصفتي أستاذا يعني. فقالوا يعني ما كان قضايا مثلا مؤتمر إنه ممكن طلاب بالآخر يعني يستفيدوا، كان لسه يبحث في الوصول إلى نتائج يعني كورشات عمل أو شيء زي. والله أنا رأيي أن الطلبة يعني يمكن أن يستفيدوا من هذا الكلام، لكن هو أحيانا يعني هناك يعني أرى بعض الناس أن هناك حدود يعني على ما يمكن أن يقال في يعني، لأن مثلا حضر الدكتور حسن حنفي مثلا كان عنده بعض الآراء اختلف مع الناس. وطبعا هو أنت دكتور إذا موجودين يعني الرأي والرأي الآخر ما في خوف على الحضور يعني، ورأي الآخر ده جزيرة يعني، لكن لا بس مثلا لما يكون في مؤتمر يكون في الرأي الآخر الخطير هو الواحد يخاف على الجمهور، بس مثلا لما يكون الرأي اللي يعني اللي الناس يعني تخشى انه ينتشر بين الناس ويجي شخص يعني ممكن يرد عليه بطريقة دبلوماسية، فايش الخطر انه الناس تستحق. طيب والله هو اللي حصل يعني هو اللي حصل، حتى الدكتور حسن حنفي يعني تكلم عن بعض الامور، والشيخ يوسف قرضاوي يعني قال لا الحقيقة يعني هو تكلم كلام جميل دكتور حسن، فالشيخ يوسف يعني أناه يعني أنه تاب إلى الله وأناه يعني كلامه أصبح كلاما إسلاميا جيدا يعني كلام من هذا القبيل، فيعني ما أدري لا أدري يعني اسأل المنظمين، أنا أعلم أن مدير الدورة كان أخونا الدكتور الجمال
والدورة كانت منظمة عن طريق الكلية هنا وكلية الشريعة، فالدكتور حاتم القنشاوي والدكتور عائشة نعم. يعني كان رئيس الدورة، فاسألوهم يعني. طيب معذرة عن المقاطعة والسلام من الناس التسديد يعني. طيب، فنظر في المصدر الأول وهو القرآن، فوجد فيه كريمة في سورة النساء اللي هي تتعلق فدية مسلمة وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا لا خطأ، وما قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة. لا لا، مؤمنة في الناحية الثانية يعني، في آية أخرى. وقال العلماء يعني طيب هنا مؤمنة أيضا ولا ليست مؤمن، يعني الكلام الأصولي اللي هو فتحرير رقبة ودية مسلمة لأهلية إلا أن يصدقوا. فهذه الآية وهي آية بينة محكمة واضحة الدلالة، صحيح. طيب، وإن كان لي من تعليق يعني على اللغة الأصولية المستخدمة، فهي المحكم هو الذي لم يخصص ولم يؤول ولم ينسخ. طيب، هذا تعريف المحكم. والواضح هو اللفظ الذي يعني يتضح معناه من لفظه، يعني من حروفه، يعني الوضوح. فدية ودية مسلمة إلى أهله، هذا هو اللفظ المحكم الواضح. إن كان لي من تعليق يعني، فهو في الحقيقة الإحكام الفارق بين اللفظ المحكم واللفظ، لا ليس حتى متشابه، اللي هو المحكم ثم النص ثم الظاهر ثم المفسر، هذا في يعني في الأصول. فالفارق بين المحكم وبين النص لا يبدو في واضح، لأن المحكم يختلف عن النص أن النص لا يعني يمكن أن ينسخ، لكن المحكم لا ينسخ، لكن النص والمحكم غير قابل للتأويل وغير قابل للتخصيص للتخصيص. طيب، ثم نتحدث عن الظاهر وهو ما يقبل التأويل. وفي الحقيقة الفارق بين الظاهر وبين النص أيضا غير واضح، يعني لأن أحيانا يعني يطلق النص على آية والمعنى هو المعنى الظاهر على أي حال، وليس المعنى، يعني أحيانا يكون هناك من النصوص ما هو قطعي بمعنى الوضوح الشديد، وأحيانا هذه القطعية تكون مدعاة في يعني ودية مسلمة إلى أهله، هذا كلام جيد، لكنه قد تكون الدية على النصف وقد تكون الدية على الربع، هذا لا ينتج هذا يعني. فهذا الدليل يعني في الحقيقة لا يلزم بالتحديد، هذا تعليق متواضع يعني. لكن الشيخ طبعا أقدر على التأمل في الآيات وعلى الإحساس باللغة، فيقول يعني أنها لم تميز، المتأمل في هذه الآية يرى أنها لم تميز في الحكم بين رجل وامرأة في وجوب الدية والكفارة، وهي أيضا ملحوظة مهمة، أنه لو كان هناك تمايز لقال إلا أن تكون امرأة مثلا فديتها على النصف شيء من ذلك يعني ولو أنه في معرض الحاجة واجب واجب، وله أمثال يعني في القرآن في أشياء إلا كذا فيستثنى، والكفارة هي حق الله سبحانه وتعالى. طيب، نظر في السنة النبوية، الخلاف في الحقيقة جاء من ناحية النظر إلى في السنة النبوية، وكما قلت هي ليست قضية خلافية في الحقيقة يعني مبدئيا، إلا من اختلف طبعا من التابعين وكذا. ومن ثم وجب على الفقيه المعاصر الذي يريد تجديد الاجتهاد في هذا الحكم الذي انتشر واشتهر العمل به قرونا طويلة أن ينظر نظرة مستوعبة مستقلة في هذه الأحاديث. طيب، فهذه أيضا كما قلت في التحليل من مناهج أو منهجيات المراجعات، يرجع العلماء إلى الأحاديث من مصادرها، هل هي صحيحة الثبوت أم هل هي صريحة الدلالة. طيب، وهذا في الحقيقة يعني ذاع وانتشر في السنين الأخيرة، يعني يذهب العلماء إلى الأحاديث ولو كانت قد فسرت على غير ذلك في القرون الماضية، ولو كان الحديث يعني قد رد
من أهل الفقه في القرون الماضية نظرا لمخالفته الأصول أو لضعف ما أو لكذا، ولو كان الحديث قد اعتمد وهو ضعيف نظرا أن فلان وفلان وفلان قد ضعف الحديث وهكذا، فهو يعود إلى السنة النبوية ويحلل في الأحاديث. طيب، فلما رجع إلى السنة النبوية رأى أن الأحاديث ضعيفة، وهذه قصة يعني متواترة تيبيكال يعني في هذه المراجعات، سواء كانت مراجعات الشيخ طه أو مراجعات الشيخ محمد الغزالي رحمه الله أو مراجعات المختلفة، مثلا اقرأوا مثلا أبحاث الدكتور عبد الله الجديع من مجلس الفقه الأوروبي في مراجعاته في قضية إسلام المرأة دون زوجها مثلا في هذه الفتوى، عبد الله الجديع نعم، مثلا في بحثه عن إسلام المرأة دون زوجها، والله تصغر جدع إيه؟ تصغر جدع جدع أيوة. أو غير ذلك يعني من العلماء في مراجعات هؤلاء العلماء لبعض الأحاديث، وجدنا أن بعض الأحاديث التي اشتهرت يعني في الناس تحتاج إلى مراجعة، بل إذا رجعت إلى كتب الحديث وإلى من يعني تخصص في ذلك وجدتهم يردون الكثير من هذه الأحاديث الحقيقة، أو تجد من الأحاديث ما هو يعني كأنه في هذه القضية مثلا دية المرأة على النصف من دية الرجل، أو الحديث الآخر الذي يعني راجع الدكتور طه من بدل دينه فاقتلوه، أو الحديث تجد أن استفاض الكلام عن صحة هذه الحديث، ثم يعني طبعا تجد من يصححها لكن تجد أيضا من يضعفها، ويدخل العلماء في الرجال وفي يعني مراتبهم وفي من يعني من روايته صحيحة ومن روايته ليست بصحيحة ومن روايته صحيحة تحت ظروف معينة عن الشاميين مثلا أو عن كذا ومن لم يتحدث، فيدخل علماؤنا بنفس المنهجية في الحديث حتى يصححوا الحديث أو يضعفوا الحديث. في هذه النقطة في هذا المنهج يعني مثلا أستاذنا الدكتور طه حين دخل في هذا دخل بنفس آليات وأدوات تصحيح الأحاديث، لم يقل إن السنة مثلا كذا ولا التاريخ، ولم يذكر هذه الكلمة في كل هذا، وإنما دخل في هذا الفصل الخامس يعني أعرفه جيدا لأنه ترجمته يعني. ففي الفصل الخامس دخل الرجل في المنظومة من داخلها وصارع يعني القضايا الحديثية بما طال كثيرا، حتى يعني الترجمة الإنجليزية قد حذفت أغلب هذه التفاصيل لأن هذا يعني قد يطول كثيرا على من يقرأ بالإنجليزية كل هذه الأسماء في صفحات وصفحات ومراجعات، وأصلا مسألة تحتاج إلى شرح لما يعنيه من يعني فلان ففيه مقال وفلان فيه كذا، فكلام طويل. الكتاب ده فيه التصدير بتاع الدكتور ابن بيان؟ فيه طبعا فيه يعني فهر هامش في الآخر أو رد من الشيخ ابن بيان أو تعليق ملحق كلمة سماحة الشيخ، فهو يتفق في بعض الأمور ويختلف في بعض الأمور ويتركها كذلك. يعني هو اتفق معاه في تضعيف الحديث؟ في بعض الأحاديث لا، هو يعني في تضعيف الحديث لا، هقول لك يعني هو فعلا من ضمن النقاط المهمة هو اتفق معه من تأثير بعض يعني الإسرائيليات على بعض الأحاديث وعلى كذا، لكن حين وقف لكن في النهاية قرر الدكتور ابن بيه قال إن الحديث صحيح. أقول لك قال إيه، أما حديث ما بدل دينه فاقتلوه، إن الدراسة ذكرت طرق الحديث وكثيرا من شواهده ومتابعاته بقدر غير يسير في مناقشة الحديثي، إلا أن بعض الشواهد لم تحظى بقدر كاف من النقد. طيب، وهي حديث طيب وهو حديث بريدة في قصة معاذ وأبي موسى، وفي قول معاذ قضاء الله ورسوله إلى آخر الحديث متفق عليه، وفي رواية لأحمد قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه. طيب، فهو حديث بريدة هو بيقول أنه لم يحظى بقدر كافي من النقد، وحديث عثمان
وفيه وارتد بعد إسلامه فعليه القتل، أخرجه النسائي وصححه الألباني. وحديث آخر لعثمان وفيه كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وكذا، وأشارت إليه الدراسة. هذه الأحاديث لم تحظى بما تستحق من النقد، وهي بالإضافة إلى ما ذكر فضيلته من الآثار عن الصحابة والتابعين دليل قوي على استفاضة الحديث، إن لم نقل تواتره، بحيث يصبح تأثير العلل المشار إليها ضعيفا. طيب، فهو يتحدث أما حديث ابن مسعود وفيه التارك للدين المفارق والجماعة، فهو قد يشهد لما ذهب إليه فضيلته من أن الجزية يتعلق بنظام الدولة وليس يساوي تبديل الدين. فهو يقول يعني هذه يعني الزيادة المفارق للجماعة يدل على هذا البعد السياسي الذي يقول به الشيخ، يعني هو الشيخ يعني ملخص رأي أن هذه الجريمة جريمة ردة جريمة مركبة وليست جريمة بسيطة. إن كانت جريمة بسيطة أي يبدل رجل دينه أو امرأة فهذا لا عقاب عليه، أما إن كانت الجريمة مركبة بمعنى أن لها بعدا سياسيا ويلتحق بالأعداء أو كذا، يعني كلام الشيخ يوسف في نفس الكلام وقد قرأت في كتابه يعني عقوبة المرتد، يقول يعني إذا دعا إلى بدعته وإلى كذا، فيعني فأما إن كانت يعني جريمة مركبة بشكل أو آخر فأرى هؤلاء العلماء أن العقوبة تستحق. فهو يختلف معه يعني بعض القضايا، لكن الحقيقة لا ينبغي يعني الحديث مثل هذا أن يكون فيه هذه الدرجات من التناقض، تناقض عجيب ومتون عجيبة. يعني الحديث وروايات عديدة التي ادعي فيها أن علي رضي الله عنه قد حرق هؤلاء المرتدين مش عارف في قضية بالنار وحفر لهم خندقا في المحل، يعني هذا كلام يرد في الحديث يعني مهما حصل يعني. ثم يعني روي من بدل دينه فاقتلوه، فهذا السياق يدل على أن يعني الراوي يعني يتحدث عن عالم آخر، يعني لا نتصور أن علي رضي الله عنه يحرق الناس في خندق وكذا، يعني هذا كلام لا يتفق مع ما نعرفه عن الصحابة رضي الله عنهم، ويختلف طبعا مع الرواية الأولى الصحيحة يعني التي تنهى عن الحريق بالنار والمثلى وهذا الكلام، يعني هذا كله من ما هو معروف من الدين من ومن فقه الجهاد في الإسلام مما هو معروف. فأن يتجاوز صحابي بقدر علي رضي الله عن هذا وينزل إلى ذلك فيحرق الناس وهذا لهم يعني بدلوا دينهم، يعني هذا طبعا هذه كلها قضايا يعني الحكم فيها بالظن في الحقيقة، يعني القضايا القطعية إن شئتم يعني قطعي وظني، القضايا القطعية التي يعني فيها علم الحديث هي ما تحدث فيه عن يعني ثقة بعض الناس أو عدم الثقة في بعض الناس. لما يختلفوا يعني عالمين في منطقة خلاف على صحيح الحديث أو ضعيف، تعتبر يعني هذه النقطة هي مثلا لا تصلح في نقطة الرد والمواجهة صح؟ لأنه مثلا إذا يعني دكتور جابر قال إن هذا الحديث ضعيف ومن يخالف يقول لك لا أنا هذا الحديث صحيح على معاييرنا وهيك، فمثلا هاي النقاط اللي بيختلف فيها الجمهور أو غيرهم تصلح للمخالفة أو فقط يعني ممكن يعني من باب أنه هو يثبت رأيه ويؤكد على ما قال؟ لا طبعا تصلح للخلاف، يعني هذه قضية خلافية، بس يعني قصدي مثلا انه اذا جاء يتحاور مع من يخالفه وكان طيب. في اول محور انه انت تصح الحديث وهو يضعف طيب. اذا النقطة التي تبنى عليها ما رح تكون في نتيجة يعني طيب. هذا رأي ما هذا رأي، نعم قصدي يعني هو لم يعتمد على شيء يعني متفق عليه عند الطرفين، فبالتالي لم يبني رأيه على بقوة من حيث انه لو خالفه الاخر سيستطيع ان يرد عليه. لا ما طبعا هو ليس هناك هذه المراجعات ليس فيها هذه القوة، يعني ليس فيها إقحام المخالف تماما، لا هي عادة فقط بعد كل هذه القرون يعني تقحم المخالف، لا يعني هو لن يتفق الناس على هذا، يعني هو الدكتور طه مثلا حين راجع هذه المسألة أو الشيخ يوسف حين راجع قضية الدين خالفوا فيها يعني أغلب العلماء بالمناسبة في هذا العصر. طيب حين راجع هذه القضية هو يعني هو تعامل مع قرون من حكم استقر على أمر معين، طيب هذا الحكم بتنصيف دية المرأة ودية المقابل، طيب
من الصعب أن يتغير العالم في لحظة، هذه مسألة تحتاج إلى وقت. فهو يمكن أن يقول بهذا، ويمكن بعد قرون يأخذ الناس بهذا يعني أرادوا. يعني حين قال ابن تيمية بالرأي في قضية الطلاق الثلاث، والحديث يؤيده، والكل يعرف أن عمر رضي الله عنه هو الذي غير هذا، أو هو الذي يعني فرض هذا تعذيرا أو أيا كان، يعني الكل يعرف هذا، هذه حقيقة ثابتة. لكن ابن تيمية بعد قرون من التطاول، يعني هذا أمر يعني شاب عليه الكبير وشاب عليه الصغير وكذا. طيب، فلم يستطع أن يغير، دخل السجن وامتحن وكذا. الآن لا أظن أن أحدا يقول بطلاق الثلاث في واحدة، لا أظن. لكن هذه احتاجت الأمة إلى يعني عدة قرون حتى تتبنى هذا الرأي، وحتى يعني تصبح المصالح والغايات التي بنى عليها الرأي ثوابت في نفوس الناس. يعني الآن من الثوابت في نفوس الناس أننا نريد أن نحافظ على ما يسمى بالأسرة. يعني هذا كلام لم يكن هو هذا كلام في الفقه، يعني مع كل الاحترام والتقدير يعني السلف والخلف، لكن إذا حللنا ما نقرأه في كتب الفقه أو في بطون كتب التاريخ من الناحية الأسرية، وجدنا أن يعني هيكل الأسرة كان هيكلا مفككا تماما، يعني أو كان معرفا بطريقة أخرى، فلنقل يعني الكلام المؤدب الدبلوماسي، كانت الأسرة معرفة بطريقة مختلفة عن الطريقة التي نفهمها الآن. فبالتالي ابن تيمية حين يقول أن هذا الطلاق الثلاثة لا يقع، لأن ستأرهب بالأولاد وكذا، لأن الرجل فقط يعني مجنون وغضب حتى أطلقها ثلاثة. طيب سيدي، ثم ماذا يعني؟ يأتي الأحناف فيحللون محلل، ويأتي فلان فيقول لا كذا، تصبح هناك قضية اجتماعية كبيرة طويلة عريضة. الآن نحن ندرك أن هذه الكلمة السخيفة التي يقولها رجل أحمق لا ينبغي أن تهد البيت كله، يعني لمجرد أنه قد طلقها ثلاثة خلاص، وتذهب فتأخذ برخصة عجيبة من بعض الأحناف لكي تحلل. أيضا حس المسلم الآن لا يدرك هذا، يعني لا يقول بهذا. بس كانوا يقولون أيضا بأنه طلاق الغضبان لا يقع إلا بشروط معينة وكذا، يعني حتى من يحلل وقوع الطلاق الثلاثة كان يضعوا أنه مثلا الغضبان غضب شديد لا يقع طلاقه. صحيح. يعني في كان نظر لبعض العواقب، ولكن زي هلا صارت نظرة. زي هنحدد أصلا الغضبان غضب شديد؟ لأن النقطة ديت بنستهدف فيها دلوقتي. أنا أعرف واحد قلت له لا أنت مراهق، قلت له إن هي كده طالق، قال لي لا مش طالق، إذا كنت غضبان غضب شديد، يعني غضب شديد معناه أنت خلاص لا تعي. شيخنا الشيخ إسماعيل صادق العدوي الله يرحمه، يعني كنا يعني كان بعد الدرس يفتح المجال للأسئلة، فأتى رجل فاستفتاه، قال يا علاء فيش فتاوى؟ قال الرجل بس استفتاه، قال له يعني أنا طلقت مراتي، فقال له شيء، فقال له طيب خلاص طلقت مراتك يعني. قال له بس أنا كنت غضبان يا شيخ. ما طبيعي أنه يبقى غضبان هو يطلقها. قال له بالظبط، قال له أنت يعني عايز تطلقها وأنت بتضحك؟ خلاص اسأل واحد تاني خلاص روح. فهو الكلام هو يعني يعني هو لازم يكون غضبان ولازم يكون، لكن هو في الحقيقة المسألة تحتاج إلى في هذا العصر، يعني لا أريد أن أدخل الأحوال الشخصية، يعني بس هي مسألة تحتاج إلى مشرع قوي مما عم بها البلوى الله وعم بها البلوى. يعني هو رأي الشيخ محمد عبده في الحقيقة أنا أحترمه وأرى أنه ينبغي أن يطبق، وأظن أنه طبق لمدة شهور في مصر القانون ثم ألغي، وهو أنه لا طلاق ولا زواج إلا بتوثيق، إلا أمام القاضي أو أمام المأذون الشرعي. وأرى أن هذا الرأي يمكن من سلطة الحاكم أن يعني يوقعه على الناس، وأن يقول للناس ليس هناك طلاق بكلمة كذا في جلسة أو طعام يعني كلام فارغ، ولا زواج هكذا. الزواج صار تقريبا شيء مثل يعني هذا الزواج لا يكون زواج إلا في
أوراق رسمية مثل الطلاق مثلا؟ لا ما زال الزواج يعني هذا الآن ما أبي يطلع بنته من بيت يعني من بيت لبيت زوجها إلا يكون هذا إن كان الأب والبنت وهذا كان هناك أسرة يعني لكن يعني هناك نسبة كبيرة من الزيجات في حتى في المجتمع العربي المعاصر تحدث كده يعني الله حتى هنا هذا الزواج العرفي شيء ثاني اي نعم لا بس انا اقصد الزواج لا يعني ما بطل في زواج في ما هو ليس هناك زواج غير زواج يعني هذا زواج يا دكتور يعني المقصود انه رسمي يعني في القانون المصري وفي غير ذلك من القوانين هذا الزواج العرفي اللي على ورقه او على حتى كده يعني رسمي يعني يورث به ويطلق منه تذهب وترفع دعوى طلاق من زواج عرفي هذا موجود في القوانين العربيه المعاصره يعني فهو الكلام ان هو يعني هو يبيح الزواج بكلمه فضلا عن يعني المذاهب الاخرى التي تبيح الزواج فعلا بكلمه يعني ويبيح الطلاق بكلمه وبالتالي تصبح المساله في مهب الريح يعني هذا ليس المصلحه الاسره هو كلام قد يكون شرعيا يعني هو طبعا هناك اشكاليه شرعيه ان هذا الكلام الذي ينبني عليه الزواج حتى لو لم يعترف به القانون هو زواج يعني هذا كلام ليس فيه مزاح والطلاق ايضا هو طلاق الحقيقه يعني هو شرعا الرجل الذي يطلق زوجته شفويا هو طلقها لكن هو يعني هناك اشكاليه لو الحاكم استطاع ان يعني يضع قانونا يقول انه لا بد لهذا من توثيق والتوثيق كان في راي الاستاذ محمد عبد في هذا الوقت ياخذ برايي اظن الاحناف واشهدوا ذوي عدل منكم نص القران لا ادري ما لماذا هو ليس براي الجمهور يعني هو راي القله من الاحناف لماذا وهو والله عز وجل يقول اشهدوا ذوي عدل منكم في سوره الطلاق فياخذ الرجل شاهدين ويذهب الى الماذون او الى القاضي المختص هذا يقلل كثيرا من حوادث الطلاق التي يعني يطلق فيها الرجل زوجته على أكلة أو على يعني شيء بسيط أو بس كلمة هذا لا ينفي أنه لما يقع الطلاق يترتب عليه الأحكام الشرعية حتى لو لم يثبت قضاء هذا الآن لأن يعني لو أريد أن أدخل في السياسة يعني الآن لأن هناك إشكاليات في شرعية المشرع القانوني يعني هذا المشرع الذي يستند إلى سلطة سياسية معينة هناك إشكال في هذه الشرعية لكن لو كان عمر مثلا لمثال واضح يعني لو كان عمر رضي الله عنه هو الذي يقول هذا الطلاق لا يقع لن يقع لأن عمر رضي الله عنه حين قال الطلاق الثلاثة يقع هو أوقعه وبالتالي جعل هناك طلاقا يعني مبرما بناء على كلام عمر كلمة من عمر فأصبح الطلاق هو أصلا بنص الحديث هو طلاق غير يعني هو واحدة طلقة واحدة بنص الحديث ثم أتى هو رضي الله عنه بسلطة ولي الأمر وجعله ثلاثة طب هو ممكن أيضا بسلطة ولي الأمر يجعله واحدة أو أن يجعله لا يقع أصلا إن كان بدعيا كلام ابن تيمية أيضا أو كان يعني تعسفيا أو كلام فيعني في كلام طيب ف الأستاذ الدكتور يوسف أيضا في الحقيقة عنده ملحوظة أقرب ما تكون من ملحوظات يعني هذه مزحة بالمناسبة أقرب ما تكون من كلام المستشرقين يعني أن الحديث بدأ في الظهور بعد القرن كذا وبالتالي هو موضوع يعني في هذا الحديث الذي يعني يقول أنه انتهى عصر الأئمة الأربعة واخرهم النسائي وانتهى عصر القرن الرابع وظهر جميع الائمه المحدثين وهذه المسانيد والصحاح وكذا ولم يروي واحد من هؤلاء احاديث في تنصيف دية المرء فهو الكلام ان الحافظ البيهقي في المتوفى بال 458 روى في سنن الكبرى حديث عن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المرأة على النصف من دية الرجل. طيب رواه من طريق عبادة بن نسي وقال فيه ضعف وفي الباب التالي أشار إلى إسناد الحديث وقال لا يثبت مثله فهو هذا طريف ومن هذا اقتطفت هذه لكم لأن هذا هو تحليل لتاريخ الرواية وهو في الحقيقة يعني أمر غير ذائع في المراجعات الفقهية والأصولية أن تحلل تاريخ الرواية
يقول متى ظهرت هذه الرواية؟ تعالوا مين اللي قال؟ في سنة كام توفي؟ زي بعضهم بشكل كفر النص القرآني يعني القرآن. طبعا الكلام يعني القرآن يعني نفس طبعا المنهج. طبعا هذه مزحة، قلت هذه مزحة، لكن هذا قريب، هي وجهة نظر، هذا قريب من كلام شخص في كلامه. وجون سيهر وهؤلاء الناس قد قرأت لهم يعني حين كنت يعني في بريطانيا طبعا، في هذا الكلام يعني هم يقولون يربطون الأحاديث تماما 100%، وهذا طبعا خطأ يعني، ورد عليهم كثير من الناس يعني، يربطون الأحاديث 100% بالتاريخ. فيقول يعني حين ظهر الإمام الشافعي روى ذلك وذلك هذا وذاك وهذا، لأن في هذا العصر الأموي كان فيه كذا ولذلك قال هذا الحديث، ولأن وقعت كذا قد حدث قال هذا الحديث، ولأن ثم بعد ذلك الإمام أحمد فروى كذا وكذا لأن هذا الضغط كان من هؤلاء السياسيين كذا، ولأن فلان اليهودي جاء من العراق وقال لهم هذه الرواية فظهر الحديث قائلا كذا عن فلان عن فلان عن فلان. والحقيقة هذا كلام فيه تجنب، لكن الطريف هنا أن يعني أن الكلام كلام شخص، وفي قدر من الصحة في بعض الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة التي يثبت ضعفها في ارتباط الحديث أحيانا بالظرف التاريخي أحيانا، وإن قلت دائما فهذا تجنب على السنة، لأن علوم السنة علوم راسخة وفيها كلام كثير طويل عريض، يعني لا يمكن أن ننفي كل هذا ونقول هذه كلها تأثير السياسة وتأثير الإسرائيليات وتأثير الأحداث وخليفة فلان الذي أراد أن يعني نوعا من الشرعية لنفسه فأمر. هذا كلام أيضا مهم في الاعتبار لبعض الأحاديث ومثل هذا جيد، لأنه يعني فعلا إن ظهر هذا الحديث أول ما ظهر فيما نعرف في القرن في منتصف القرن الخامس فهذا عجيب، لم يروي هذا الحديث تاريخيا يعني الأئمة الأربعة أئمة السنن والمحدثين الكبار لم يظهر، ثم ظهر في ذلك. طبعا هي أحيانا مثل الدكتور وجود الراوي في بلد ما كان موجود فيها المحقق الحديث أو كان صحيح، لكن حين يظهر في مثل هذه الرواية شخص ضعيف خلاص يعني فهو يقول يعني من طريق عبادة بن سيء وقال وفيه ضعف وقال لا يثبت مثله أو لا يؤخذ الحديث مثلا في أحاديث تظهر ثم يقول العلماء يعني لا ينبغي أن كذا ولا أو فيه ضعف أو هذا مما لا كذا أو هذا مما ثبت كذبه أو كلام من هذا القبيل، فخلاص يعني الحديث تلاه بذور في العهد الأول. طب الأئمة الأربعة استندوا إلى إيه في كلامهم عن ديات المرأة؟ طيب إيه دليلهم بقى؟ طيب نرجع يا سيدي وأولا يقول تشريع كان في الجاهلية وأقره الإسلام نظرة في السنة نظرة في الإجماع يعني هو دخل الآن في مثلا يعني قال ابن قدامة وهو قول شاذ يقول يعني وحكى غيرهما يعني مثلا يقول ابن قدامة الحنبلي في كتاب هل كلام واضح؟ طيب ابن قدامة في كتابه المغني قال ابن عبد البر وابن المنذر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة المسلمة نصف دية الرجل، قال وحكى غيرهما عن ابن علي والأصم أنهما قال ديتها كدية الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم في نفس المؤمنة ما من الإبل. قال ابن قدامة وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة صلى الله عليه وسلم، فإن في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل وهو أخص مما ذكروه وهما في كتاب واحد. فيبدو
أن هناك، لكن هو رواه البيهقي لا أدري كتاب عمرو بن حزم، لا أدري، ومن المعروف أن الإمام أحمد له مفردات، لا أدري فعلا إذا كان الحديث قد ظهر بعد هذا العصر. الشيخ يقول: أما ما قاله ابن قدامة هذا الكلام من حديث عمرو بن حزم وأن فيه يد الرسول عن نصف ذات الرجل، فنقول قال الحافظ ابن حجر في التلخيص حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المرأة نصف دية الرجل، هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل، وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ وقال إسناده لا يثبت مثله. نقطة في حديث عمرو بن حزم أحب أن أنبه عليه، وإن هذا الحديث الذي استدل به من استدل إنما كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إن صح سنده ليبين فيه الديات أو العقود أو أنواعها ومقاديرها وحكمه منها، فإذا خلى من التمييز بين دية المرأة ودية الرجل في مقام يجب فيه البيان لأنه مكانه وأوانه، كان ذلك دليلا واضحا عن عدم الفرق. فهو الحديث يعني يفرق الشيخ بين حديث عمرو بن حزم الطويل و الزيادة التي أخرجها البيهقي. فالحديث عمرو بن حزم الذي يتحدث عن الديات ومقادير الديات والإبل وكذا، يعني الحديث معروف في قضايا الديات، لكن لا أدري لا أدري. أنه أول في البداية الشيخ الطرداوي أنه في إجماع، إذا أكيد سامع الحديث غير هذا تعرف عليه الناس، بس كان تعرف ولا ما تعرف الحديث يعني. قال إجماع عند أربع مذاهب ورجع قبل البيهة كمان بقول إن ذا كان عرف الناس في الوقت ده في الجاهلية، هو فعلا كان عرف الناس. أي نعم العرف لا يقره يعني دينا يعني. لا يا سيدي، العرف العرف يؤثر، المعروف معروف كما شرط. العرف يؤثر يعني طبعا، يعني العرف يعني هو اولا تشريع كان في الجاهلية واقره الاسلام، فهو الكلام يعني يقول موضوع الديات من الموضوعات التي اقرها الاسلام من عمل الجاهلية، فجاءت عن الدية مقادرة الى اخره، ولا بد لمن يريد تجديد الشهادة ينظر في خلال، لا ادري لعله قبل الإسلام كانت دية المرأة على نصف من دية الرجل فقالوا بها، لا أدري يعني الأمر فعلا. ما يأكد شيء من العرف لازم يؤكده دليل من الشرع، لا يقول العرف شرع أن العرف شيئا بدون دليل. سوى العجيب فعلا أن يعني ينتقد الشيخ الحديث والحديث ظهر بعد هذه القرون. طيب في القرون الأولى هل كان الحكم على نفس الحكم؟ هل كان الكلام على نفس الكلام؟ أم أن هذا كله ظهر بعد ذلك؟ يعني يقول حجة الفقهاء أن عليا وعمر بن مسعود قضوا بذلك، ولأن المرأة في الميراث والشهادة على النصف من الرجل فكذلك في الدين. طيب فهي القضية في القياس هنا. عمر بن مسعود وعلي. نعم. طيب. فهو طيب حجة الفقهاء في قضايا الصحابة رضي الله عنهم وفي قضية القياس. إنه بعد ذلك يرد القياس يعني في يعني يرد على القياس الشيخ. هو يبدو أن هذا هو الحدث يعني. أنا لم أبحث في هذه القضية بالتحديد، لكن يبدو فعلا يعني كلام الشيخ حجة الفقهاء قضاء بعض الصحابة بذلك، ولأن المرأة في الميراث والشهادة على النصف من الرجل فكذلك في الدية. طبعا ابن علي يعني الابن يعني يقول فهل يخرجوا اعتزاله أو ابتداعه عن اعتباره في الإجماع، وكذلك الأصم شيخ المعتزلة. طبعا يعني لذلك أقول أنا أدخل معكم في هذه التفاصيل حتى أوضح لكم الكلام معقد. طيب يعني هو الشيخ هنا يقول أن الأصم وابن علي
وهما من أئمة الاعتزال كما هو معروف. وبالتالي هما لم يدخلا أصلا في قضية الإجماع، إن الإجماع لابد أن يكون من أهل الرأي، يعني أهل الاعتزال ليس من أهل الرأي، لأن طبعا أهل الرأي لابد أن يكونوا أهل السنة والجماعة، هذا المصطلح كان يعني. طيب فتتعقد القضية. طيب هل العالم المعتزلي يمكنه أن يخرق الإجماع؟ يعني هل ينعقد الإجماع ولو خالف في ذلك بعض المعتزلة؟ فهو كلام الشيخ يعني اعتزال هؤلاء الناس كان في قضايا أخرى وليس في القضايا الفقهية، أما في القضايا الفقهية فهم من أئمة المسلمين، هذا كلام الشيخ. وهو في الحقيقة وجيه، لأننا يعني ينبغي أن نفرق بين القضايا في الحقيقة الفلسفية والقضايا الفقهية والحديثية. الاعتزال تفلسف في المسائل وشطح كما تفلسف الأشاعرة وشطحوا يعني في المسائل، وكما تفلسف أهل السلف وشطحوا، وكما تفلسف كل الناس وشطحوا، لأن من يتفلسف يشطح يعني ويذهب إلى أيا كانت الشطحات عن شطحات. هذه نعم لا شطحات عن شطحات فعلا. فهو يعني حقيقة إذا شطح ناس من أهل مثلا ما يقال يعني أهل السلف فدخلوا في مسائل أقرب ما تكون للتجسيم، هذا في حقيقة عندي أكبر مما تشطح فحب رغم يعني اتخاذ القرآن والسنة مصدرا والفقه يعني فقه شافعي، يعني فقه المعتزلة فقه شافعية في النهاية. ف يعني ومنع شطح من الأشاعرة مثلا فدخل في قضايا يعني متناقضة في نفي السببية مثلا في بعض بدرجات مختلفة، لكن من نفي هذا في الحقيقة كبير، لأن السببية يعني تدخل في الإسلام وتجعلها مسألة يعني لا أدرية يعني كذا أنا أساق وأنا مسير وكذا، هذا كلام يتناقض مع الكثير. وأيضا من دخل في الاعتزال وشطح في قضايا معينة أيضا، فهو يعني هذه التقسيمات في الحقيقة لا ينبغي أن تؤثر على حكمنا المعاصر على العلماء، وإنما كل يأخذ من كلامي ورد، لأن حتى الدكتور المجال اللي عم بأخذ منه صحيح. عم بأخذ في العقيدة رح يؤثر رأيي في يوم عن آخر، بس اللي عم بأخذ في الفقه مثلا حتى فقه الشيعة أحيانا الواحد يعني في قضايا يشتركوا فيها مع يعني فقه السنة في كثير من الأمور صحيح، حسب الميدان الذي حسب الميدان. نعم نعم صحيح، هذا أيضا صحيح، يعني لا تؤخذ يعني المسائل، لكن كل يؤخذ من كلامه ويرد صحيح. يعني هناك يعني من الناس ويؤخذ أيضا من المعتزلة الكثير من المسائل العقلية، أراهم في الحقيقة العقلية والفلسفية فيها أشياء كثيرة مهمة يعني، لكن مهم. طيب فتحدث الشيخ عن القياس. طيب فيبدو أن كلام الفقهاء قبل البيهقي يعني قبل القرن الخامس في تحليل الشيخ هنا تركز على القياس على آيات المواريث وعلى التفرقة بين رجال ونساء في بعض القضايا. فهو الشيخ يعني تحدث عن تمييز الذكر عن الأنثى في الميراث وسببه وفي الشهادة أيضا مما تحدث عنه العلماء. والشيخ أيضا يقول يعني هذا لا يعني تنصيفه أن تنصيف شهادة المرأة بإطلاق فقد اعتبرت شهادة المرأة واحدة في بعض القضايا المهمة مثل ثبوت الحيض والولادة والرضاعة وغيرها من شؤون النساء. فهو يعني في هذه الآية الشيخ يعني يأخذها أيضا في قضايا المعاملات المالية فقط، وهو رأي يعني بعض العلماء. أنا فقط علة يعني توريث المرأة النصف مع علة دية المرأة بالنصف من حيث دور يعني دور المرأة من ناحية نظام النفقات في الإسلام. نعم هو هذا الحوار، أذكر لك الحوار الذي دخل فيه الشيخ مع الشيخ الزرقة وذكره هنا. طبعا يعني ذكر الشيخ أبو زهرة وكذا.
طيب لا هو تحدث فيه طيب اذكر في هذه واقعة حدثت، هل ترون هذا؟ طيب ما انا عندي صعوبة في ده. اذكر في ذلك واقعة، واقعة حدث منذ بضعة عاما في عمان عاصمة الاردن، وكنا مجموعة العلماء كذا كذا، وقد دار نقاش حول ما اثاره الشيخ الغزالي في كتابه السنة بأهل الفقه وأهل الحديث الذي احدث ضجة كبرى في الاوساط الدينية وخصوصا السلفية، ومن ذلك ما اختارت موضوع بيئة المرأة ايضا في هذا الكتاب نفس الكلام. وقد توليت الدفاع عن شيخنا الغزالي في هذا الموقف، وان قول التنصيف دياته ليس عليه دليل. طيب فهو يقول ان العلامة الفقيه الشيخ مصطفى الزرقة كان يتبنى وجهة النظر التقليدية في ذلك، وقد ايادها بان الفقهاء راعوا اعتبارا مهم هو ان العائلة الفقد الرجل ينهد ركنها وتفقد عائلتها، نفس الكلام يعني المسؤوليات المالية. قلت له يا مولانا ولكن الشريعة كما لا يخفى عليكم لم تعد لهذا الاعتبار التفاتا في باب الدية، فدية الطفل الصغير مثل طيب مثل دية أبيه الكبير، ودية الزمن العاجز عن العمل مثل دية القادر المكتسب، ودية الذي يكسب درهما في اليوم مثل دية الذي يكسب ألف درهم، ودية الكناس الأمي الذي يعمل في الجامعة مثل دية الأستاذ الجامعة، إذا المدار هنا على النفس الإنسانية والاعتداء عليها بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى. وماذا يقول أستاذنا الزرقاء إذا توفى الأب، توفي الأب وكانت الأم هي تقوم مقامه في العمل والكسب وهي التي تعول أولادها، ما ديتها إذا قتلت؟ أتكون نصف الرجل أم تكون لها دية كاملة؟ وقال المسلمون تتكافى دماؤهم، أحمد وكذا الإسلام الحسن، قال العلماء أي تتساوى دماؤهم في القصاص والحرمات لا بفضل شريف على وضيع، وذلك لأنها سواء لأنهم سواء في المكانة وفي حرمة. فهو الرجوع إلى أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، وأن الدماء كلها متكافئة إذا كانت يعني في قضية القتل، فهي ليست القضية قضية يعني، ولعلها تاريخيا كانت هكذا يعني، لعلها تاريخيا قبل الإسلام كانت تتعلق بقدر الرجل وقدر المرأة، يعني كمثل مسائل يعني مثلا العقيقة أو كذا يعني تتعلق بقدر الابن أو قدر الولد أو قدر الرجل على قدر المرأة. فإن أتى هنا يعني في المسألة نص فهي طبعا مسألة تحتاج إلى تدقيق كبير، لكن إن لم يكن هناك نص فالأصل هو المساواة بين النفوس الإنسانية، وهذا في كل شيء يعني، هناك فارق طبعا بين المسلم وغير المسلم إن كان هناك نص، فإن لم يكن هناك نص فهي نفوس مسلمة غير مسلمة، هي نفس الإنسانية. وهناك فارق أيضا بين مثلا يعني في الفقه بين الحر والعبد وبين كذا في بعض النصوص، لكن والله إن لم يكن هناك نص فهي نفس، هو نفس الكلام. العقيقة دي والله عملت لي مشكلة مرة. العقيقة أي لا لا، كنت بتكلم واحدة بنت وقالت لي لا هو كده الإسلام ظلم المرأة، ليه جعل عقيقة البنت نصف عقيقة الولد؟ ما لقيتش رد بصراحه. لا لا يعني كانت اعراف العرب يعني. طب دكتور هلا دية الطفل الصغير زي دية الرجل؟ هاي. اي الغره اذا هي دية الجنين لما قبل يموت الجنين حاجه والطفل هذا الجنين يعني شرط ما يكون طفل حقيقي يعني بالضبط. واختلفوا يعني طب لو نفخت فيه الروح طيب يكون يعني كذا يعني في بعض الخلافات في بعض القضايا، لكن هي طبعا لو ولد فليها له دية كاملة طبعا. طيب يعني آخر سؤال سأله الشيخ، لماذا لم يظهر اجتهاد جديد خلال العصور القرون الماضية حول دية المرأة؟ قد سألت في نفسي إذا كان هذا الحكم قد شاع واشتهر وهو تنصيف دية المرأة لا يستند إلى دليل معتمد أو قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس أو قول صاحب أو مصلحة معتبرة، فكيف سكت عنه علماء الأمة طوال 12 قرنا ولم يبرز؟ هذا السؤال وجيه، وأنا أسأل نفسي كثيرا هذا السؤال في أشياء كثيرة، لكن الحقيقة يعني طيب نرى يعني إجابة الشيخ. ولم يبرز عالم بعد ابن علي أصام ينقد هذا الرأي وأدعو شهاد جديد، لماذا لم يظهر مثل هذا الاجتهاد؟ والذي تبين لي أن القضية لم تلح على العقل المسلم،
وتدفعه إلى البحث فيها من جذورها ومناقشة أدلتها، لأنها بحكم الواقع حادثة نادرة الوقوع. فهو يقول يعني أن القضية لم تلح على العقل المسلم لأنها نادرة، لكن الحقيقة هناك أشياء لم تلح على العقل المسلم لأنها شائعة. رأي يعني متواضع يعني أن القضية أحيانا تكون شائعة فلا تلح. أي وصل درجة من الشهرة أنه لا تعتقد أنها ظنية يعني. خلاص يعني وهكذا لا يمكن أن يتغير هذا، ويصبح يعني تعريف الإسلام في هذا الإطار، يعني قال هذه من ثوابت الإسلام، هذه من قطعات الإسلام. ولكن إذا فعلا ذهبنا إلى الأدلة وأخذنا الأحاديث يا سيدي ونظرنا، وجدنا خلافا أكبر من خلاف في قضايا أخرى من المعلومة ومن المفهوم أنها قضايا خلافية. يعني طيب هناك قضايا خلافية في بعض قضايا العبادات وكذا، نقول هذه قضية خلافية، والخلاف فيها أصغر من هذا الخلاف في قضية مثل القضية الدية أو قضية حد الردة أو هذه المسائل. فأحيانا يعني هناك فارق في الحقيقة بين العلماء وبين العوام. العوام يأخذون الدين كما هو شائع في إعلامهم أيا كان الإعلام، يعني سواء كان القصاص أو كان القنوات الفضائية اليوم، فهذا يعني فيصبح أو خطباء الجمعة في المساجد، فيصبح دينا. يعني خطباء الجمعة في المساجد لعنوا من فضلاء هذه الأمة من لعنوا على مدار القرون، وكان من يلعن يصبح يعني مكروها لدى الناس ولو كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان كذا. والناس يمشون مع هذا وخلاص، يعني العامة يمشون مع الإعلام، الإعلام المعاصر، وأراها في الإعلام المعاصر. يعني قد يأتي من الناس من يأتي بعد قرنين ثم ينظر إلى قرننا ويقول يعني كل هؤلاء الناس لم يعترضوا على هذه المسألة، لماذا؟ هذا الكلام عجيب غريب والله. لأن الإعلام المعاصر كله، كل من يتحدث في الإسلام يقول أن هذا من الثوابت الإسلامية الدينية. خلاص طيب نسيب. فلعل من الناس أن يأتي بعد قرون فينظروا إلى إعلامنا ويستعجب يعني كيف أن الناس قد. وهناك فارق كما أقول، يعني هناك فارق بين هؤلاء وبين العلماء. طيب العلماء أنفسهم على درجات، هناك منهم من هو أهل للاجتهاد وقابل للاجتهاد أو عنده قابلية ذهنية وعقلية وخلفية تسمح بأن يجتهد وأن يراعي مصالح الناس وأن يعني يحاول أن يلتقي في طريق وسط بين ما يقتنع به عقله من مصلحة الناس وبين ما هو من ثوابت الشرع، فيأتي ويحاول أن يستخلص. يعني الشيخ يوسف ذهب في هذا المذهب لأنه يعني رأى أن في هذا يعني ضرر بالإسلام بشكل أو بآخر، وضرر بالمرأة. طيب و يعني عنده هم على الإسلام وصورة الإسلام، وهذا الكلام حين يكون في القانون هل يؤدي إلى العدل أم لا يؤدي إلى العدل، عنده هم في هذا. كثير من العلماء لا يهمهم ذلك، طيب خاصة العلماء كلهم من الرجال يعني إلا القليل من الأخوات يعني التي غالبا ما يشتغلن بالوعظ وهذه المسائل، لا يشتغلون بالفقه ولا بالحديث ولا بالمراجعات. وأعلم من هذا من كلام يعني الحركات النسوية أو الفيمينست ستاف يعني، ولكن يعني لعلي أقول أن المرأة تختلف عن الرجل في مقاربتها للأمور والأشياء، ولا بد لمنهج الرجل في مقاربة الرجال لهذه المسائل أن يتكامل مع منهج المرأة، لأن عقلية النساء فعلا تختلف لكنها ليست أقل، هي تختلف. وبالتالي نحن نحتاج إلى النظرة النساء أو النسوية صح التعبير في هذه المراجعات، لأن هذه المراجعات بدأت ورجعت واستقرت على أيدي الرجال يعني على مدار القرون، والرجال أحيانا لا يحتاجون إلى مراجعة مسائل هي تصب في مصلحتهم
وفي صميم مصالحهم وفي صميم حاجاتهم وضروراتهم وتحسينياتهم يعني. لا لا يعني وينبغي لصاحب الحق أن يطالب بحقه وأن يغير حقه يعني. هذا لن المرأة المسلمة أي نعم صحيح يعني المرأة المسلمة إن كان لها حق في الإسلام ولم تأخذه بعد فلينبغي أن تطالب به هي، لا أن يطالب به الرجال يعني. من أمثال شيخنا الشيخ يوسف لأنه يعني يتعاطف مع المرأة المسلمة وناصر قضاياها في كثير من الأوجه، لكن في الحقيقة يعني لا ينبغي للمرأة المسلمة المعاصرة من عالمات يعني المسلمات أن ينتظرن هذه المراجعات من الرجال، وإنما ينبغي أن يأتينهن بهذه المراجعات. الشيخ القرطبي بيقول ولد تبان ليها القضية لم تلح على العقل المسلم وأنها حديثها نادرة الوقوع، فمش ده ممكن يكون دليل على أن الحديث كان موجود فيما قبل في العصور في القرون الأربعة الأولى لكن كانت نادرة لم تلح على عقول الرواة؟ صحيح. الحديث النهاية يعني أنت كيف تحكم على الحديث يعني؟ تذهب لعلماء الحديث والرجال وتأخذ حكمهم على الرجال يعني. انت يعني انا اعتقد ان هو هنا بينقض الدليل اللي هو استدل به في الاول. والله لا ادري يعني. هو الحديث في النهاية طبعا يعني هو وضع الحديث في سياق تاريخي، هذه مسألة يعني علوم اجتماع معاصرة شوية يعني، لكن هي ليست من مناهج الحديث الجديد، لكن مناهج الحديث التقليدية التي اخذ بها هو تضعيف وتصحيح فلان وعلان. ونحن يعني كما يقول الأستاذ محمد عبد الله أنا أعرف هؤلاء الناس كلهم، وإنما نقلنا الحديث عن من عالم عن عالم، فما قالوا صدقنا. فيعني هو الكلام في النهاية نحن ننقل هذه الأحاديث كلها وننقل آراء العلماء في قائليها، فما صح منها أخذناه وما لم يصح لا نأخذه يعني. هذه مسألة ثقة يعني، هذا هو يعني هذا هو الإسلام، هكذا نأخذ الإسلام يعني. لا يمكن أن نرد هذا يعني هذا الكم الهائل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف تفاصيل الدين كما نفهمه نحن في هذا العصر يعني. وواضح أننا يعني لن نستطيع أن نذهب إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل ونتعلم بشكل مباشر، لا نستطيع. فأفضل ما يمكن أن نفعله أن نتأخى الحق يعني حيثما كان. يقدرش نسافر عبر الزمن يعني؟ والله ممكن، لكن يعني ما زلنا لم نخترع هذه الآلات بعد، لكن يعني يمكن أن نسافر عبر الزمن، هذا كلام وارد. نرجع 1400 لا لا، الزمن لا يتقدم، الزمن نسبي يعني. الزمن موجود يعني، الزمن يعني الماضي والحاضر والمستقبل كله موجود الآن، لكن في علم الله سبحانه وتعالى وفي علم من يعني يعلمه الله سبحانه وتعالى يعني. طيب نعم، لكن ولعله لعل المستقبل حاضر عند بعض من يعلمه الله سبحانه وتعالى بهذا المستقبل، سواء جزئيا او بأشكال او باخرى يعني، ايا كانت الاجزاء التي يعلمونها. لكن الحقيقة ان المحدود هو نحن وليس الزمن يعني. الزمن المستقبل يعني مش الله عز وجل يقول حتى يعني اللي عندهم قدرة على يعني الرجوع بالزمن لوراء، المستقبل هو الخط الفيصل بين يعني بين علم الله عز وجل وعلم باقي المخلوقات. فبقول لك انه اي يعني ايش مثلا الكاهن والعراف وهيك لما متى تعرف انه يعني يدخل في الدجل هيك لما يبدا يتكلم في المستقبل، بس استعانته ببعض العلوم في الجن هيك لما يتكلم عن الماضي يعني. طيب هو المستقبل احيانا اذا كانت رؤية مثلا الله عز وجل اراد، بتكلم في حاجه ثانيه. المستقبل موجود ولا مش موجود؟ لا هو موجود. موجود. والا لسه ربنا هيخلقه؟ لا لا، هو هتدخل في مشكله عقديه او لا لا، هي داخله يعني هي مشكله يعني. هو موجود وموجود، لكن هو احيانا تختلف مستويات النظر فتختلف الحقائق، لكن لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى يعني الغيب بمعنى الغيب عني أنا يعني، أنا غيب عندي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
لكن هناك ما يغيب عني وقد تعلمه غيري وقد يعلمه غيري. طيب، وهذا الغائب قد يكون في المستقبل، نظرا لأن هذا الشخص يعلم يرى يعني شيء قد حدث في الماضي لكن يراه حادث فيعلم أن هذا مستقبل. يعني مثلا يعني أحيانا يعني أنا لا أعلم أن المسافر قد وصل إلى أطراف المدينة، طيب، لكن هناك من هو بأعلى المبنى ويرى أطراف المدينة فقد رأى المسافر، فالمسافر قد وصل إلى أطراف المدينة، هذا ليس مستقبل، هذا حاضر بالضبط. فهو يخمن لأن المسافر قد وصل إلى أطراف المدينة، فيعني هو يكذب، ولو صدق كما قال صلى الله عليه وسلم كذب المنجمون ولو صدقوا، فهو يرى أن هذا رجل آتي فيقول يعني سأصل إن شاء الله خلال نصف ساعة أو شيء تلت ساعة، لأنه رأاه من أعلى، فهو رأى ما هو ما بالنسبة له حاضر، يعني مسألة حاضرة ليست غيب، ليست رجل الغيب، ولا طبعا استماع في الأفق الأعلى، وطبعا الأفق الأعلى يمكن أن يستمع منه إلى المستقبل، هذا بنص القرآن، لكن طبعا يعني هناك عقوبة على من يذهب هناك من الجن، قضية غيبية أخرى، وهناك من الناس طبعا من يتصل بالجن ويذهب إلى بعض المسائل، طبعا هذا موجود كله لكنه حرام، لكن أنا أقول في المسائل الحلال الموجودة يعني. فأحيانا يكون مستوى الإدراك، هذا مستوى إدراك الشخص في أعلى المبنى أعلى من مستوى إدراكي أنا، فهو يرى ما سيأتي بيقين أعلى من يقيني الذي هو مبني على ظن أن هذا المسافر سوف يأتي هذا اليوم أو هذه الساعة، هو قد رأى المسافر ورأى قد، هل يعلم أن المسافر سوف يخطو هذه الخطوات ويأتي؟ لا طبعا، هذا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، الغيب بمعنى الغيب له ولي وللمسافر، لكن قد يعني المسافر قد لا يأتي، لماذا؟ لأن هناك زلزال سوف يحدث. طيب، هذا الزلزال رأت يعني قطة تمشي في الشارع، نحن نرى من أشعة تحت الحمراء إلى الأشعة فوق البنفسجي، يعني من الألترا فايلت للإنفراريد. طيب، هذه القطة قد ترى أكثر من ذلك وقد تسمع، نحن نسمع في هذا المجال الزمني، قبل هذا المجال الويفز الساوند ويفز هذه الموجات الصوتية إن كانت يعني أخفت لا نسمعها، وإن كانت أعلى لا نسمعها، هذه القطة قد تسمع من الموجات الصوتية ما هو أعلى. طيب، وترى، فرأت نارا تخرج من الأرض وسمعت أصواتا كبيرة، فعلمت أن هناك يعني بركانا سيحدث أو زلزالا، فهربت القطة. فإن سألت القطة أو سألت الكلب أو سألت أيا كان الإنسان الذي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه من الإدراك ما يرى به أبعد من نظر الآخرين، هناك من الناس ما من عندهم هذا، سوف يقولون لا، هناك يعني اهتزاز يعني بناء على علم، بناء على استقراء، لأن الزلازل تحدث إن خرجت هذه الأشعة من هذه. طيب، فهذا الإنسان هو يتنبأ بالغيب بين قوسين، لكن هو في النهاية لا يدعي ألوهية ولا يدعي قدرة ولا يدعي شيء، إنما هو يحكم بناء على مشاهدات طبيعية قد لا يدركها بعض الناس ويدركها الآخرون. طيب، وبالتالي قضية المستقبل هذه قضية معقدة، لأن أحيانا هناك يعني هناك ما يسمى بتندنسي، يعني ما يسمى العربية اللي هي تبقى إيه يعني ميول، ذاك الله خير، ميول، يعني هناك ميول، شخص عنده ميول، وهذه الميول تظهر في علامات هي كلها من باب الظن يعني والتخمين، لكنها احيانا تصدق، يعني احيانا تنظر الى الشخص فيخمن، تقول فراسة المؤمن، يعني احيانا المؤمن يرى فيخمن هذا الشخص كده بتاع مشاكل مثلا، ولا هذا الشخص كده عنده حدة، او هذا الشخص ليس عنده شيء. هذا علم، هذا يدرس. أي نعم. لا، هذا أيضا علم عند السلف حتى، يعني الشافعي ومالك قد اختلف في شخص، فقال هذا على الشافعي هذا نجار، فقال مالك هذا حداد، فذهب إليه فقال ماذا تصنع؟ قال كنت حدادا والآن أنا أنجو.
طيب ان شاء الله في احد اللقاءات كده ناخد كلام سريع. وانا حيلكم يعني ممكن اترك الكتابين عشان كان السكانر مش شغال فما قدرتش ان انا اعمل سكانينج واعمل كذا، لكن عرض سريع واترك الكتاب. الانترنت مصورين بعض الفصول من الكتاب بس مش من هذا الكتاب. طيب يعني ممكن تصوروا الكتاب لو شئتم او تصوروا منه ما تشاءوا. طيب كما قلت يعني اخونا الشيخ عصام سليمة في له ورقة طيبة وهو يعني يكتب كتابا متوسط الحجم يعني بناء عليها، وفي الحقيقة الورقة أيضا هي موجودة هنا أيضا أتركها على الفلاش ديسك لكم للقراءة، وهي نموذج فعلا للمراجعات الفقهية التي تستند على هذا المنهج الذي قلت يعني اللي هو مراجعات العلماء في القرن العشرين، الرجوع إلى محكمات القرآن والتحاكم إليها، الرجوع إلى الأحاديث واختلافها والنبش في سلاسل الرواة بحثا عن يعني الضعفاء وكذا الذين رووا أو الأحاديث روايات يعني قد يكون فيها شك وهكذا يعني. فهو يتحدث طبعا عن في البداية عن الشيخ أبو زهرة كما قلت يحاول أن يحمي نفسه والشيخ القرضاوي وغيرهم، وهذا حتى مناقشة الشيخ القرضاوي مع الشيخ أبو زهرة ويعني نفس المناقشة، حتى سمعت أن الشيخ القرضاوي في نفس المناقشة أن الشيخ أبو زهرة كان يرى أن هذا لا يعتبر من الحدود في الإسلام وإنما هو من شريعة اليهود التي نسخت، وكلام الشيخ أن عليه ثلاثة أدلة. أولا أن الله عز وجل قال في سورة النساء فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فكيف يكون محصنات وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والرجم لا ينصف، فإذا الجلد هو العقوبة هنا وليس الرجم، لأن الله عز وجل لم يكن ليقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والرجم إن كان هو العذاب فهو لا ينصر. وأيضا في سورة النور وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وهذا العذاب هو نفس العذاب المذكور، فيعني طبعا يختلف العلماء حين ترد الكلمة في سياق وترد الكلمة في سياق آخر، فالسياق الموضوع واحد والحكم واحد، الموضوع واحد والحكم مختلف والحكم كلام الأصوليين المعروف. أفجر قنبلة فقهية دي تترجم إزاي؟ قنبلة فقهية فقهي بوم احنا كده نخلي الرجل إرهابي بقى. ما رواه البخاري في جامعة صحيح عن عبد الله بن أوفى أنه سئل عن الرجم هل كان بعد سورة النور أو قبلها فقال لا أدري، فهذا كلام أيضا في يعني طيب أن الحديث الذي اعتمدوا عليه وقالوا أنه كان قرآنا ثم نسخ تلاوته أمر لا يقره العقل، فطبعا العلماء الراسخون لا يقبلون بما يسمى بأحاديث القرآن، يعني الأحاديث التي هي من الأحاد ولكن يروى فيها أن هناك آيات كانت موجودة في القرآن وحذفت وكان في صحيفته فجاءت الداجن فأكلتها، هذا كلام طبعا لا يقبله العقل، وهو يعني هو نفس الكلام الذي يرفضه أهل العلم من ما يقوله يعني بعض المبتدعة من يعني مصاحف أخرى وآيات أخرى، هذا نفس الكلام، فالشيخ والشيخة إذا زنيا وخمس الرضعات المشبعات وهذه الأحاديث خمس أيام متتابعات، هذه أحاديث يعني معروفة وهي تدعي أن هناك آيات من القرآن كانت موجودة ثم نسخت، وخرج العلماء بهذا التفسير يعني قضية نسخ الرسم، وهو موضوع في الحقيقة يعني غير مقبول في الحقيقة، لأن القرآن لا يثبت بأحاديث الأحاد ولو وهم راون بأن هناك آية كذا فقد يعني توهم العدد القليل جدا من الصحابة أن مثلا أن المعوذتين ليست من القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ بهما قط، فتوهم الصحابي أن هذا ليس بحجة، الصحابة كلهم اتفقوا في النهاية على أن قل أعوذ بالفلق قل أعوذ بالناس من آية القرآن، فخلاص
وهكذا يعني. فأحيانا قد يرد والعكس يا دكتور، توهموا من غير القرآن أنه قرآن، أنه قرآن. الشاعر اللي كان بيقول ألا إن أحسن ما قاله الله، ألا إني سمعت آية هي أحسن ما أحسن ما قاله الله في كتابه، وأم أي البيت الشعر اللي هو بيقول على كل شيء ألا قال الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. نعم بالضبط. عمر قال له هذا ليس من كلام الله. طيب بالضبط. فده كان توهم إنه هو من القرآن، حتى ذكرها قلت فيها في كتابه. صحيح. فهو يعني أحيانا يكون هناك، فبالتالي الفقهاء يعني والعلماء وضعوا ضابطا وضابط جيد في الحقيقة، أن الأحاد لا يؤخذ منه القرآن، إنما القرآن لابد له من التواتر. ومثلا ابن الجزري إذا قرأتم وجدتموه قد روى عن 80 من الرواة على الأقل في كل رواية من الروايات العشر، فتجد يعني أن الروايات قد تواترت على كل رواية من الروايات العشر. وبالتالي نحن نتحدث عن مئات من الناس يروون القرآن، فلا يمكن أن نقبل القرآن بناء على أحد. فرأي الشيخ القرضاوي الذي ناقش فيه الشيخ أبو زهرة يعني، فقال قلت له مولانا عندي رأي قريب من رأيك لكنه أدنى إلى القبول منه. قال وما هو؟ قال قلت جاء في الحديث صحيح البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، وثوب بثوب جلد 100 ورجم بالحجارة. فرأيه يعني أن الجلد هو الحد، وأن ما بعد ذلك هو من التعذير، كما أن جلد 100 من الحد والنفي سنة من التعذير، والثوب بثوب جلد 100 هو الحد والرجم هو التعذير. قال كذا كذا، حد هو الجلد، أما التغريب. وهل الرجم قتل؟ هل الرجم بالحجارة إلى الحد الذي يصل معه إلى القتل؟ لا أدري يعني، هو هذا الكلام. فنقول في الشق الثاني من الحديث أن الحد هو الرجم. وطيب، فهناك من قال بأن الرجم تعذير مفوض إلى الحاكم حسب ما يرى من المصلحة، فمنهم من قال ذلك مفصلا قوله وأدلته وشريحا وجهة نظر من هؤلاء فلان وفلان وفلان. وقد بحثت في أقوال القدامى يعني، يعني دائما يعني الشيخ عصامة يعني يبحث في هذا الموضوع، لم يجد في أقوال القدامى من رأى ذلك، إلا أني وجدت ابن القيم يشير إلى قول طائفة بأن الرجم سياسة في قضية رجم اليهوديين، وأنا عقب عليه بأنه قول قبيح. لا يعني أنا وجدت حتى في أقوال الأقدمين يعني بعض الأقوال التي ذهبت إلى أن النسخ، أن الجلد قد نسخ الرجم، سأبحث عنها يعني أيضا. تقريبا قرأت حاجة في الفقه الحنفي بتقول نفس الرأي. نعم نعم، جمعت بعض الأقوال يعني، اهتممت بالموضوع في يوم ما يعني، ولم أكتب فيه طبعا. ابعت للشيخ عصام تعليق. أي نعم لا 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 شوف إن شاء الله. طيب يعني خلص طبعا راجع الأحاديث ودخل في نفس الكلام يعني، والبحث عندكم على الفلاش إن شاء الله يعني. طيب فهذا هو. طيب كلام الشيخ طه في قضية حد الردة يعني يقول نفس الكلام، كلام شبيه، كانت هذه نظرة مسائدة بحيث لم تحظى آراء فقهاء كبار مخالفين للأغلبية الساحقة أو للجمهور ولهم وزنهم من أمثال عمر رضي الله عنه وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأسماء لم يعرفها، لم تحظى آراء هؤلاء بالرواج، ومما يسر على جمهرة نقلة الفقه إشاعة الدعوة، دعوة الإجماع على هذا الحكم، وهو إجبار المرتد بالقوة على العودة إلى الإسلام أو قتله، أو قتله إذا أصر على عدم الرجوع إلى الإسلام، وذلك حماية الدين وهكذا. فهو يقول يعني أيضا يعتبر الاعتبارات التاريخية في هذه القضية، أن هناك يعني جمهرة ساحقة من الناس أخذوا بالأحاديث التي نصت على أن المرتد يقتل. فأيضا التصوير كان تعبان، لكن على أي حال فيعني أحببت أيضا أن أبشرهم في هذا الكلام. يقول يعني أن العلماء وطلاب العلم بعضهم سيغضبهم بعض ما سيأتي في الكتاب يعني أو في البحث، فهؤلاء سواء وافقوا عليه أم لم يوافقوا سيحجزهم علمهم ومعرفتهم بأداب العالم المتعلم وقواعد وأداب الاختلاف، أن يجازفوا في الأقوال أو يتهموا النوايا. لكنني أخشى أولئك المقلدة أصحاب عقلية العوام كما سماهم الجاحظ
فهؤلاء سوف تنتفق أوداجهم ما قلت أو كتبت، وستتحرك عقلية العوام فيهم بعد بيات طويل، وستعود يأخذ القطيع إلى مهاجمة الكاتب، وربما رميه ورمي من معه بشتى التهم ومختلف الجهالات والأباطيل. وأصحاب عقلية العوام قد استغنوا عن التدبر وكفوا مؤونة البحث لقلة اعتبارهم، فقد وهو ما حدث بالفعل. صحيح. فقد سبقت إلى أسماعهم أخبار وأقوال شاعت بينهم واستقرت في عقولهم وقلوبهم بعد أن وطأت تقليدهم تبقى العقول والقلوب أكنافها وجعل دخول الخرافة والأباطيل إليها سهلا يسيرا كذا. فيعني كلها عندكم علما فتخرجوه لنا. فهو الرجل يعني حقيقة تنبأ ببعض الناس الذين حملوا عليه حمل والله ما حماه هذا التمهيد برضه. لا طبعا حملوا عليه رجل من علماء الأمة يعني معروف. طيب فالفصول سوف أطرحه عليكم، وهذا الكتاب موجود. الصورة الرقية هي اللي فادت بجائزة نايف. فأقترح عليكم يعني قراءة الكتاب، أظن أن فيه كلاما مفيدا. والمنهج كما قلت يعني تفكروا في المنهج، تفكروا في قضايا الأحاديث، كيف يمكن أن نرد بعض الأحاديث رغم اشتهارها. كلام الشيخ بن بي أن هناك بعض الأحاديث نعم ضعيفة، لكن هناك بعض الأحاديث أيضا قوية بل متفق عليها، كيف يمكن أن نتعامل مع هذا. فدعوى الإجماع على وجوب قتل المرتد والاستغلال السياسي لحد الردة، وكلام طريف عن ما حدث في السودان وبعض ما حدث في العراق وبعض هذا الكلام يعني في قضية الردة. فالثوابت والمتغيرات ومفهوم الحد بين القرآن الكريم والفقه، وهو يرى أن القضية الحد في القرآن له تعبير وله دلالات يختلف عن الدلالات التي يقول بها الفقهاء، والشيخ بن باية يختلف معه في هذا. وهكذا. أما في الفصل الثاني فهو يتحدث عن القرآن سبيلا للتجديد، وهذا أيضا من المنهجيات التي يعني أحببت أن أؤكد عليها، وهو نفس المنهج حقيقة الذي تأثروا به جميعا. أظن أن الشيخ الغزالي محمد الغزالي كان له أثرا في هذا يعني. ثم قضية التداخل المعرفي بين المسلمين واليهود، وتحدث يعني عن الإسرائيليات والوجود الفكري اليهودي في جزيرة العرب، وكيف أن اليهود قد دخلوا يعني بعض اليهود طبعا قد دخلوا في قضية التراث الإسلامي بمدخل مداخل التزييف والاختراق والوضع في الحديث، وتحدث في هذا لأنه يرى أن هذا له أثر في قضية الردة والتسييس هذه القضية يعني، أو تدين هذه القضية السياسية عليها. فحقيقة الردة كما تبينها آيات القرآن الكريم، وتحدث عن الردة في القرآن وأسباب نزول لا إكراه في الدين ودلالات هذه الأسباب وقضية كذا، والسنة النبوية وقتل المرتد، ويذكر الأحاديث كما قلت يعني هذا الفصل طال في مراجعات يعني حديثية في من ارتد بعد الهجرة في الحبشة وبعد وقت الإسراء، وكاتب الوحي ومن أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، وحوادث الردة المختلفة. ويذكر يعني ما ورد عن الشافعي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل مرتدا قط. ثم في السنة القولية، هذه يعني في السنة الفعلية يعني في وقائع الردة، ثم أذكر في السنة القولية وأثار الصحابة وأثار عمر رضي الله عنه في يعني حين تبرأ من دم من قتل مرتدا وقال لو استقبلت استدبرت الأمر ما استدبرت لأطعمته رغيفا وحبسته، هذا الكلام يعني مما ورد. وحديث من بدل دينه فاقتلوه والإشكالات المتعلقة به، وآفة تقديم الحديث على القرآن، وهو يتحدث عن الحديث والقرآن. طبعا رمي بأنه قرآني وأنه لا يؤمن بالسنة هذا الكلام، لكن هو المنهج واضح أن الرجل يحاول أن يحاكم الأحاد إلى محكمات القرآن، وفي هذا الرأي وجهه. لكن طبعا لا يمكن أن نرد الصحاح التي تفق عليها الناس، رغم أن في الصحاح ما يعني يشك فيه مثلا لسبب أو لآخر، هناك بعض الأحاديث ولو كانت في الصحاح اختلف فيها العلماء، لكن هل يمكن أن يعني نفعل ذلك أم لا نفعل، يعني أن ندخل حتى في الأحاديث التي اتفق عليها المحدثون من مثل حديث من بدل دينه فاقتلوه؟
وهذا الكلام. وهذه مذاهب الفقهاء في عقوبة المرتد، هذه دراسة مقارنة يعني في هذا الموضوع، ثم نماذج من العلماء الذين اتهموا بالردة، هذا الكلام. في الحقيقة يعني هو هذا المنهج هو منهج من كما قلت من داخل الأصول الإسلامية في محاولة للتجديد أو لمراجعة هذا الحكم. وأيضا نتكلم الشيخ عن يعني الاعتبارات السياسية وكذا، ويعني كان لي من تعليق فالحديث يعني الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن صح فهناك في الحقيقة يعني إن شئتم خط رفيع بين ما فعله صلى الله عليه وسلم على جهة التشريع وما فعله على جهة السياسة، هي قضية شائكة في الحقيقة. ولا يعني هذا أن ما فعله على جهة السياسة لا يمت إلى التشريع بصلة، ولكن يمت إلى التشريع من باب السياسة، والسياسة لها طبعا والتشريع له دخل بالسياسة طبعا، لكن درجة المرونة في التشريع حين يتعامل مع القضايا السياسية هي درجة أعلى من درجة المرونة في التشريع حين يتعامل مع القضايا العبادية أو القضايا الأخرى. فإن كانت القضية عبادية فدرجة المرونة في قضية الرخصة أو في قضية الاضطرار أو قضايا معينة، أما إن كانت القضية من قضايا السياسة فدرجة المرونة أعلى، لأن ما فعله صلى الله عليه وسلم أو التصرفات النبوية على صاحبها الصلاة والسلام التي أتت من قبيل السياسة هي تصرفات وإن ثبتت قد لا تلزم السياسي أو لا تلزم الحاكم، كما يقولون في مذاهب الفقه إن أحدث تعارض وكذا يقولون هذا يرجع إلى الحاكم أو بأمر الحاكم أو بإذن الحاكم، وهذه قضايا على سبيل السياسة كقضايا الغنائم وقضايا غيرها. وإن كان لي من رأي متواضع يعني في هذا فقضية المرتد هذه لا تخرج عن هذا، هي ليست قضية دينية بهذا المعنى، لأن الأصل في دين الله سبحانه وتعالى أنه لا إكراه في الدين، من شاء في اليوم ومن شاء في اليكفر، لكن الساسة قد يرون التعامل بحزم مع قضية معينة هي قضية عقدية تختص بالإنسان واختيارات الإنسان الذي هو حر، قد يتعاملون معها بشكل حازم أو حازم أو عنيف أو أيا كان من باب السياسة يعني من باب المصلحة. والذي حدث والذي هو يقوله الشيخ يعني أنه حدث جرائم مركبة في قضايا الردة التي ورد فيها أو قد يرد فيها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إن ثبت، فهي قضايا مركبة إذ يرتد المرتد فيلحق بالأعداء ويحارب المسلمين، أو يرتد المرتد فيشنع بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو بالإسلام أو بكذا، فهي جريمة تخرج من نطاق الحرية الشخصية أو القناعة الشخصية إلى نطاق التشويه أو يعني الجرائم الأخرى التي تتعلق بالدين أو بحرمات الناس أو كذا. وإلا فالأصل في الإسلام الحرية يعني، لكن هو طبعا التاريخ الإسلامي مليء بهذه القضايا، قضايا الردة هذه قائمة من العلماء الذين يعني هي أمثلة فقط نماذج في الحقيقة. هناك من العلماء الكثيرون الذين حكموا من باب الردة واتهموا بها، وهو لم يذكر مثلا ابن رشد وغير ذلك من علماء الأمة يعني اتهموا، يعني ابن رشد اتهم وابن حزم اتهم أنه يعبد الكواكب وهذا الكلام الفارغ، وبالتالي اتهم بعض الجهلاء بالردة لأنه فقط يعني أيد بعض الفلاسفة في بعض ما ذهبوا إليه من أن الكواكب أرواح أو كذا، كلام بسيط فلسفي. علي بن سينا بقى قرأت كثير أنه مرتد. أي نعم بالضبط مرتد، يعني الحقيقة يعني يكثر هذا الكلام، هو كلام في الحقيقة من باب الدكتاتورية، يعني نحن سياسيا عندنا في عالمنا العربي تحديدا ثقافة الدكتاتورية، هي ثقافة منتشرة فالكل يريد أن يجبر الآخرين على رأيه، وأحيانا يختلف العالم، يعني عالم مثل الشيخ طه
من علماء الأزهر المعروفين وله يعني من التحقيقات في الكتب وأثنى عمره في الإفتاء والكتابة والبحث وله من المؤلفات العشرات والمئات. فهذا الرجل يعني إن أخطأ في هذه المسألة لا يكون مرتدا يعني. هذا كلام فارغ. لكن بعض الناس يعني اتهموا يعني كفريات ومش عارف ايه. ولا نحسبه مخطئا يا دكتور. ولا نحسبه مخطئا. مثلا حتى لو كان مخطئا يعني. فهو اجتهد. اجتهد هذا الكلام. فهو يعني يعني هو الفيصل في ذلك هو المنهج الذي يتبعه العالم. يعني والعالم يأتي فيقول إن الأحاديث ضعيفة وإن المسألة تأثرت بكذا وإن هذا من باب كذا. هذا كلام جائز ولكل عالم أن يقول بهذا. العالم يأتي فيقول والله لا أخذ بهذا القرآن هذا كلام رجعي مثلا أو يقول إن هذا يعني يعني يصطدم بثوابت الإسلام التي يتفق عليها كل مسلم. ليس ثوابت الإسلام قضايا قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. ليس هذا الكلام. الكلام الذي هو ليس كلام الفقهاء يعني ما ادعوا فيه القطعية وما ليس بقطعي كما قال الشيخ يوسف عن قضية دية المرأة. وإنما كلام القطعي اللي هو قطعي فعلا يعني كل مسلم يدرك قطعية القرآن وقطعية السنة ويعني حرمة الكعبة ومسائل إسلامية معروفة والقبلة. فإن دخل العالم المدخل غير ذلك فهنا ينبغي أن يستتاب أو ينبغي أن يرد عليه وهذا الكلام. لكن ليس كل من ناقش الآيات ولو شاع تفسيرها أول تأويلا غريبا بعيدا خاطئا حتى ليس كل من أول تأويلا خاطئا لآية يصبح مرتدا يعني وإلا تصبح مشكلة. لأن كل المفسرين والعلماء حين يفسرون ويقولون لا بد أن تجد سقطة في هذا التفسير أو تلك يعني تجد رأيا عجيبا غريبا يقول به مثلا فلان ابن كثير ولا طازي ولا فلان. ليس معنى هذا يعني نكفر هؤلاء هذا كلام غريب.